بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. من 10 أيام كنا قاعدين يملأنا الترقب والأمل والخوف والقلق. 4 مباريات فاصلة تحسم الكثير من الأمور كان في المسيرة القادمة للنادي الأهلي. مضى منها 3 بنجاح، اجتازهم الأهلي بثلاث انتصارات هامة جدا. استطاع النادي الأهلي انه يقترب على مرمى نقطة وتنقصه مباراة من القمة لينهي الدور الاول باذن الله لو فاز على المقاولين، انه متصدرا ومنفردا بالدوري. هو اقوى هجوم واقوى دفاع، في علامة تدل على كثير من الامور الفنية. ايضا انتهت السنة الماضية بكثير من الاحداث، لعل اهمها طبعا انتخابات مجلس ادارة جديد والكثير من الأمال المعلقة على هذا المجلس، وأيضا ما تحقق كثيرا منه في الفترة الماضية يستحق أن احنا نقول للمجلس السابق شكرا، اجتهد ولكن نبغي الأكثر والمزيد. عنواني اليوم غير عنوان الحلقة. عنواني أنا أخويا هايص وأنا لايص، أما أخويا اللي هايص فهو الاستاذ ابراهيم منيسي. هو هناك يحضر اجواء مليئه ومفعمه بالامل والاحتفالات في دبي، يغطي لنا الكثير من احداث وكواليس مباراه السوبر مع النادي الاهلي. وانا هنا لايص لاني افتقد كثيرا. افتقد واحد تعودت ان انا اما اطلع مع حضراتكم يكون رفيقي وشريكي، نساند على بعض عشان نطلع لكم الحقيقة الدامغة التي لا تقبل المساومة. سأجتهد وبإذن الله نخرج كلنا هايصين في هذه الحلقة. حلقة هتبقى استثنائية لأنها أولا استثنائية لأنها تواكب بالأمس سنة كاملة من عودة ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي. هنستعرض الشكل الجديد والقضايا الجديدة والاهتمامات الجديدة، بالإضافة إلى الاهتمامات الراسخة والدائمة معانا ما تخافش على الأهلي والدفاع عن قضاياه، ولكن أيضا حاولنا نستحدث ما هو جديد ونكمل عليه السنة دي بإذن الله، وتباعا هنعرضه هنا. ده فيما يخصني. فيما يخص حضراتكم هتاخدوا معانا حلقة مميزة سوبر يا أهلي بإذن الله. هي ليلة مباراة السوبر. أنا قلت إن في 4 ماتشات، ال4 ماتشات مضى منهم 3 بنجاح. لو استطعنا بإذن الله كما نتمنى جميعا الفوز غدا، يبقى 4 وبطولة جديدة تضاف إلى بطولة دولاب بطولات الأهلي في باكورة العام الجديد. ما أحلى أن يتصدر الأهلي وأن يفوز بالسوبر. ما أحلى أن نعيش لحظات مفعمة بالأمل وبإذن الله الطموحات التي لا تنتهي ولا تتوقف. هنمشي معاكم في جولة سريعة الأول عشان نعرف أخبارنا إيه. ضربة البداية هتكون مع سفر وفد من النادي الأهلي إلى المملكة السعودية ثم إلى الإمارات. الوفد الذي يستبق مباراة السوبر إلى السعودية ضم كل من رئيس النادي ونائب رئيس النادي الأستاذ العمري فاروق، والأستاذ خالد الدرندالي أمين الصندوق، والأستاذ خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة اللي هو مسؤول عن العلاقات الخارجية والدولية، والأستاذ حلمي عبد الرازق المستشار القانوني. وفد مكون بدقة علشان يحدد مع الجانب السعودي أولى مراحل انطلاق مشروع نادي القرن من الناحية الموضوعية ومن الناحية القانونية ومن الناحية المالية، عشان يضع الأمر في إطار التنفيذ بتوقيتات محددة بإذن الله. هيكون ايضا موجود
على الطرف الآخر مجموعة من ممثلي المستثمرين اللي هم سوف يتولون إنشاء مدينة الأهلي الرياضية أو مشروع القرن. وقلنا ده هيضم استاد يسع 60,000 متفرج وفندق شفنا تخيله ومتحف متحفين وعددا من المشروعات الاستثمارية مناطق ترفيهية مطاعم مسارح مولات وبما يمثل نقلة نوعية كبرى لا مثيل لها بإذن الله في المنطقة. هنخرج من هذا الاجتماع وقد حددنا تفاصيل خاصة بطرق الإنشاء، حق الرعاية والاستخدام، الحقوق الاستثمارية المشتركة، وأيضا يعني تمهيد لنحو بدء تنفيذ الأهلي قريبا، وبإذن الله تكون زيارة موفقة ومضفرة. يكتمل نجاح هذه الزيارة بكرة بإذن الله عندما يتوجه هذا الوفد إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر عشان يعود بإذن الله بكأس السوبر بإذن الله بإذن الله. طبعا المباراة غدا مش هتكون سهلة، هي مباراة تجمع بين اصل بصوا برضو من المفارقات، كأس السوبر هي بين بطل السوبر بطل الدوري بطل الكأس. المنطقي عندما يفوز طرف واحد بالدوري والكأس هو بطل السوبر، ولكن تبقى هناك حقوق رعاية هيعملوا فيها ايه. فبتتلعب هذه المباراة مع وصيف الكأس. الأهلي هيلعب مع المصري بصفته الوصيف. يبقى دلوقتي وإن كان على أرض الواقع من الناحية الفعلية الأهلي وبطل السوبر، لكنها ما زالت مباراة هيكسبها اللي يفوز فيها وهيبقى اسمه بطل السوبر. ومن هنا تأتي الأهمية. الأهلي خاض 10 مرات، كسب 9 مرات وخسر مرة، عايزين بقى يكسب هذه المرة أيضا ويكتمل 10 مرات فوز بالسوبر، وخصوصا أن المنافس والخصم عنيد ومعاه مدرب مبتكر جريء طموح ولعيبة جعانة للبطولات. وهذا هو خطورة الفرق اللي بتبقى تمتلك الطموح الجامد جدا والنهم إلى إحراز البطولات. يلعبها الأهلي بحذر وثقة، ثقة حذرة وطموح مشروع من جانب المصري. على الطرف الآخر المدير الرياضي الكابتن زيزو سافر مبكرا مع الفريق إلى الإمارات والتقى وفد من نادي العين الذي يعني بقيادة الأستاذ غانم الهجري رئيس مجلس إدارة نادي العين الإماراتي في مقر إقامة بعثة النادي الأهلي. التقى الكابتن زيزو عبد العزيز عبد الشافي ويعني الأستاذ غانم الهجري أهلاوي متحمس بيحبنا وبنحبه، ويعني أعتقد أن هذه الزيارة وهذا اللقاء سوف يسفر على مزيد من التعاون المستقبلي بين العين وبين النادي الأهلي. وطبعا نادي العين فتح ملاعبه تحت تصرف النادي الأهلي كما هو متوقع من حفاوة بنادي تربطنا به كل الروابط التاريخية والطيبة. شأنه شأن معظم أو تقريبا كل أندية الإمارات اللي بيكنوا لنا كل الدفء وكل الحب. الهجري رحب ببعثة الأهلي وشدد على أن النادي الأهلي يتواجد في بلده الثاني وليس ضيفا، ومؤكدا على استعداده لتوفير كل متطلبات البعثة والتعاون وتأكيد وتعزيز العلاقات الطيبة والتاريخية بين الناديين، وهو ما لمسته إدارة البعثة. دي لقطات
من تدريب اليوم في النادي الأهلي في ملعب العين. موقع الأهلي دوت كوم بيقرر نظام جديد وقرعة جديدة للدور قبل ربع النهائي وديسمبر بداية الموسم المقبل. يعني بعد كده هيبتدي الموسم الإفريقي في ديسمبر، مش هيبقى مسألة انه يبتدي في الصيف وينتهي في نوفمبر زي ما بيحصل دلوقتي، او بيبتدي في الشتاء يعني انا مش عارف. نعم الكاف، انا قلت ايه؟ بيعدلوا لي حاجة. انا مش قلت موقف الاهلي دوت كوم الكاف يقرر قرعة جديدة قبل ربع نهائي وديسمبر بداية الموسم المقبل. قرر الاتحاد، هقراها زي ما ما هي كده عشان نحاول نفهمها مع بعض الصراحة. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بدء النسخة الجديدة في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية في ديسمبر المقبل وتنتهي في مايو 2019. على ان تبدأ نسخة 2019 في سبتمبر وتنتهي في مايو، يبقى هتبتدي في سبتمبر وتنتهي في مايو من العام التالي. وهيبتدي بقى، وهذه رساله لكل الانديه والاتحاد المصري تحديدا، انه الكاف سوف يطبق نظام شديد الصرامه فيما يتعلق بلوائح تراخيص الانديه التي ستشارك في البطوله. يفهم من هذا الخبر ان اللي ما عندوش ترخيص بينه نادي محترف تنطبق عليه شروط الانديه المحترفه قد يتعرض للاقصاء من المشاركه في هذه البطوله. وهتتعمل القرعه، انا مش فاهم النظام ده يا جماعه بصراحه. واكد الكاف ايضا ان سيتم اجراء قرعه قبل انطلاق مباراه دور الثمانيه في البطوله المقبله لدوري ابطال والكونفدراليه وستقام في 3 سبتمبر. يا ريت حد من الاتحاد الافريقي يكلمنا يشرح لنا الكلام ده، والله ما انا فاهمه. انا مجرد تواريخ برصها قدام حضراتكم، انا مش فاهم ايه الجديد وايه اللي هيتعمل. على اي حال احنا كده الاخبار التقليديه نهيناها بهذا الخبر اللي ملامحه بالنسبه لي مش واضحه، وبالتالي مش عارف اشرحه. اكون امين مع حضراتكم، ويا ريت حد يعني من فريق الاعداد يجيب لنا حد من الكاف، استاذ عمرو شاهين ولا الكابتن شطه، يشرح لنا النظام السنه الجايه ايه، ما هو الجديد في هذا الامر. طيب عندنا توابع لقاء القمة أمام الزمالك. هذا التعليق وهذا العنوان ليس من عندنا، ولكن هو تعليق البي بي سي. عقدة الزمالك أمام الأهلي مستمرة طوال 10 سنوات. يعني هو النص الإنجليزي مش هقراه لكم، لكن هنقرا لكم الترجمة. ألقت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي الضوء على فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة، وانتقدت استمرار، طبقا ليس هذا اللفظ من عندي، سقوط القلعة البيضاء في ديربي القاهرة لمدة تزيد عن 10 سنوات. هذا ليس كلامنا، ولكن هذه ترجمة حرفية من ما قاله موقع البي بي سي. قالت الإذاعة البريطانية عن هزيمة الزمالك أن العقدة أمام الأهلي مستمرة، وخسر إيهاب جلال أول مباراة له مع الزمالك الذي لم يفز على الأهلي في مسابقة الدوري المصري منذ عام 2007. وأضافت البي بي سي انتهت مباراة إيهاب جلال كما أسمتها الأولى مع الزمالك بالهزيمة بنتيجة 3-0، وكان فوز الزمالك المصري الأخير على الأهلي بنتيجة 2-0 في 2007، وده كان لقاء تم بعد فوز الأهلي بالدوري و خضعوا الاهلي بالبدلاء والصاعدين. وتمكن الزمالك من تحقيق فوزين على الاهلي في كاس مصر في عامي 15 و16، بس في الكاس مش في الدوري. طيب تحويل مدير السوشيال ميديا بالاهلي للتحقيق.
الخبر ده عايز اتوقف عليه. ايه الموضوع؟ احدهم سرب جلسه خاصه بلاعيبه الاهلي بيدردشوا قاعدين مع بعض ماسكين الموبايل بيكلموا بعض عن الماتش. تخيلوا بقى لما واحد يصور هذا الكلام وينشره ويبتدي الناس تضخم في الموضوع واستخفاف واستهتار. الكلام ده لو كان قيل في لقاءات اعلاميه من لعيب النادي الاهلي اقول لك طبعا جلياطه وقله ذوق وما يصحش. لكن واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم وبنهزر وبنعلق على المباراه يجي واحد اكثر سخافه يصور هذا الكلام وينشره على السوشيال ميديا بدون استئذان، هذا اعتداء على الحريه الشخصيه، ادعاء بان الامر فني وهو مش فني مش طريف. بالعكس لما ينشر يتحول من امر خاص الى امر عام. عندما يتحول الامر الى امر عام يتعامل النادي الاهلي معه بمثل هذه المعايير الصارمه اللي تدل على عدم ازدواجيه في معايير الاهلي، وانه يعني يتعامل بمعيار واحد، ما لا يقبله لنفسه لا يقبله على الاخرين. وهذا هو الاهلي يا ساده. عندما يامر الكابتن الخطيب شوفوا لنا مين اللي صور وامر بالنشر ويحال الى التحقيق ويعود فورا الى القاهره ليخضع لهذا التحقيق. اظن الامر يستحق الحفاوه والتقدير ويعتبر اعتذار عن موقف لو كان ظل طي الخصوصيه ما استحق اعتذار احد. ولكن ان يتم استثماره عشان نزايد عليه، طب اعملوا زينا وزايدوا علينا. زي النهارده في يوم 11 يناير عام 2009 الاهلي يتغلب على الزمالك بهدف امادو فلافيو في الدور الاول في موسم 2008 و2009. نشوف هذا الهدف. مفيش كرة مؤثرة على عبد الواحد او على امير عشان نقول ايه ده. ضربة ركنية من ناحية اليمين هيلعبها بشماله جيلبرتو. بشماله جيلبرتو عالية وخطيرة. يا نهار ابيض. تطلع وتبقى ضربة ركنية مرة ثانية للنادي الاهلي من ناحية اليمين. برافو يا اسامة. والله موجود اسامة. ضربة ركنية بشماله جيلبرتو. جيلبرتو. عرضية عالية خطيرة. الفتى الاسمر الرائع فلافيو بارتقاء اكثر من رائع ولمسه صعبه على كل المدافعين والحارس وهدف في توقيت قاتل للنادي الاهلي في الدقيقه 80. المباراه دي شهدت حاجه اصبحت ظاهره طوال الموسم. ثنائيه عجيبه لم تتكرر يمكن على مستوى العالم. بين جيلبرتو وامادو فلافيو. جيلبرتو يرفع من اليمين او الشمال وامادو فلافيو يهدف بالراس. تكررت اكثر من 7-8 مرات الى ان احرز امادو فلافيو بطوله الدوري في مباراه فاصله بمثل هذه اللعبه امام الاسماعيلي. ولكن المباراه دي تحديدا ايضا شهدت ان مشاده بين الحارس ودفاعه. لانه يبدو انه كان من قايل لهم خلي بالكوا فلافيو هيعمل كذا. ورغم التحذير ينجح هذا الثنائي في تنفيذ هذه اللعبه المكرره ويحرز امادو فلافيو الذي كان يتحرك راسه على رمان بيل حاجه مش موجوده على مستوى العالم كده ويلف وهو خارج اطار المرمى الى الزاويه القريبه قنبله يحرز هدف الفوز للنادي الاهلي على الزمالك.
فاصل ونعود مع مفاجأتنا اليوم، حيث سوف يشاركني مجموعة من النجوم بطعم مختلف خالص، تجمعوا بين الأدب والصحافة والفن، الفن بأكثر من وجه. فاصل ونعود لالتقاء بضيوفنا الكرام. أهلا بكم مرة أخرى، ولكن هذه المرة مع ضيوف وصل منهم صاحب القامة الكبيرة، واللي قلت له أقدمك إزاي قال لي الكاتب والصحفي، فأنا قلم ولست منصبا، وأنا موافقه تماما. الصحفي والكاتب والفيلسوف والأهلاوي وصديقي نبيل عمر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك وأهلا بكل الأهلوية على شاشتهم. نبيل بيه، نتحدث في أجواء نادرا ما تجتمع مع بعضها، يعني أنا بقول في أقل من 10 أيام يخوض الأهلي 4 مباريات أهم من بعض، تجاوز 3 منها بنجاح، أهمها طبعا فوزه على منافسه التقليدي نادي الزمالك 3-0، فوز كبير. هنتحدث بقى عن الشغل الايه اللي سابه الفائز وتحول الخاسر الى نجم الحفلة. بذكاء شديد تم تحويل المسار بدل من الاحتفاء بفوز الاهلي للحديث عن اسباب الهزيمة المشرفة لفريق نادي الزمالك والبداية الناجحة لمدربه الجديد ايهاب جلال. وهذا ذكاء أنا بحسد المستشار مرتضى منصور عليه، لأنه دائما يستطيع أن يحول مجرى الأمور إلى صالحه، ويعني هو يخرج بأقل خسائر، وهذه يعني تحسب له بجد، يعني رجل ذكي جدا جدا جدا. أنا أول ما قال عرض 4 للبيع عرفت اليوم هيمشي في سكة، هيمشي في سكة 4 ويسيبوا سكة 3. فأولا هذه واحدة، ثم يسافر الأهلي ليخوض مباراة شديدة الأهمية ببطولة ربما تفوق أهمية هذه المباراة، لأن الدوري مباراة النفس الطويل تستطيع أن تتدارك تعادل أو خسارة، ولكن في السوبر ليس بضرورة أن تكون الأفضل وتفوز، لأن مباراة الكؤوس عموما، مباراة الكؤوس دائما لها سمات خاصة. هذا كلام نخلص حاجة حاجة. رأيت مباراة الأهلي زمالك قبل وأثناء وبعد المباراة دي تحديدا؟ طب ما تحكي لنا الأول، هو أنت ليه أهلاوي؟ لا، الأسباب كتيرة على فكرة، وكان اختيار عقلاني مش اختيار عاطفي. أنا غاوي التاريخ من وأنا صغير، وكنت غاوي قوي ثورة 19 وتاريخ الأندية المصرية وبنائها وتأسيسها في بداية القرن ودورها في إثبات للمحتل الأجنبي إن هذا الوطن في ناس قادرين على في مصريين جدعان وقادرين. فمن تاريخ الأهلي وبعض الأندية المصرية كانت الأندية قاصرة على الأجانب، وكانت الأندية حالة جديدة. النادي الاهلي اما تاسس، سيبك من قصه التاسيس، لكن ازاي مسار اتعمل فكره ان يكون واجهه وطنيه، وعشان كده الاهلي الاسم ده ناشونال، الاسم القومي، الكيان الوطني، واللون الاحمر كان لون العلم المصري في ذلك الوقت. أيوة. مش مساله ان الفانيلا جاءت بالمصاد، فرق ده هو تعبير عن حاله وطنيه. فاللون الاحمر ده كان علم مصر ذلك قبل ان يبقى اللون الاخضر بنجومه، ولم تتغير الفانيلا لان بقت هويه، خلاص بقت هويه. لان الفانيلا بقت رياضه هويه. وبعدين من الحاجات الطريفه جدا الناس كثيرة ما تعرفهاش، ان الاهلي في الفترات دي ما كان حريص قوي ان يلعب فرق اجانب اللي موجودين في مصر ويكسبها. لدرجه لو اما راحوا اما مصر راحت لعبت اولمبياد، وكان الانجليز مشهورين قوي بالهوكي،
والراجبي والراجبي فالاهلي عمل تيم والكريكت الاهلي عمل تيم عشان يكسب الانجليز في العابهم دي وده حصل فعلا. يعني عايز اقول انه مرتبط بفكره هويه مصر. طبعا في انديه كتيره مرتبطه في اقاليم مرتبطه. بس وقفني تعليق منك عشان بس معدن المصري ده غريب جدا. يعني فرنسا تحتل اي دوله تصبغ عليها الهويه الفرنسيه. الانجليز قعدوا عندنا سنين 70 سنه 74 سنه وعلمناهم العربي. لا احنا مش معلمناهمش العربي وحاجه انا ليه بس هقول لك حاجه مهمه. ولما راحوا الهند اللي ثلاث اضعاف او اربع اضعاف تعداد مصر اللعبه الشعبيه عندها الكريكت والهوكي اللي هو اللعبه الانجليزيه فاحنا قلنا لهم لا بلا كريكت بلا بتاع احنا حبينا كره القدم فقط. وطبعا في اصول ده في حاجه انت حضرتك حاول الانجليز في مصر حاجه بسيطه جدا مسار العربيات او ما دخلت اليمين وشمال على النظام الانجليزي ايوه ما قدروش معرفوش ما حطولناش الدركسيون على اليمين زيهم معرفوش يعني فكره ان العربيات في مصر تمشي على الطريقه الانجليزيه المخرج وانت بتسرد التاريخ بيحط لنا صور عمر لطفي ولقطات حيه وصور لمجلس الاداره وتستطيع ان تتابعها على المونيتور شيء جميل يعني. فما قدروش لان مصر تمتص كل غذاء ليها لكن ما يقدروش يمتصوها او يغيروا ثقافتها او فكرها. ده جزء مهم جدا. وان يعني فكره انك عملت فرقه كروكت مره وغلبت او هوكي وغلبت ده كان ده هدف رمز اكتر رمز وانت ما استمرتش حتى باللعبه ده يعني. ما استمرتش في اللعبه دي فالاهلي مرتبط فعلا بشكل او باخر هو نادي رياضي بس هو كمان كان له دور وطني دور حقيقي الفكره ودور فكره وكانت موجوده ففكره في الضمير موجوده وده سر يعني الناس عماله تسال سر شعبيه الاهلي هل الاهلي شعبيته فقط لانه نادي بطولات بيلمس اعتداد فيهم اعتدادهم ببلده ما انا زي ما قلت لما نشا اما اختار اللون اختار لون الوطن مش اختار اي لون لما كان موجود كان بيدافع عن الهويه الوطنيه وحط رسالته انه يدافع عن القيم والسلوكيات او سلوكيات وبالتالي الناس كانت شيء طبيعي انها تنحاز رغم ان في فرق خدت بطولات بعد كده وكان في الوقت ده المنافسه ما كانتش زي دلوقتي يعني عايز اقول المنافسه مع احترامي يعني للمنافسين في الاهلي دومينيتد ذا فلور اذا جاز هذا التعبير سائد الملعب لكن في نشاه الانديه كان المنافسه موجوده شديده وكانت شديده وكان في انديه سواء كانت على مستوى القاهره الاول كانت بتتلعب على مستوى المدن او كل المحافظات كان فيها فرق مرعبه او على مستوى القطر فكان في فرق بتاخد البطولات وتنافس الاهلي واحيانا تكسبه لكن فكره الوطن كانت فكره هي اللي خلت الاهلي هي دي الاساس لها الشعبيه الكبيره اكتر مما وترسيخ القيم والمبادئ جت بعد كده بقى البطولات بعد ما متاسس بقى لان الاهلي مر بفترات طويله يعني بعد 48 اما الاهلي خد بطوله الدوري 9 مرات متتاليه طبعا اتعمل له شعبيه كبيره اللي هو بيسمى عصر صالح سليم ورفعت الفنك ده اتعمل له شعبيه ضخمه جدا في فتره زي الشعبيه اللي اتكونت للزمالك في ظهور الزمالك مع حماده امام في الستينات يعني جزء كبير جدا على الرغم يعني يقول لك ده السنوات العجاف بتوع الاهلي عدد بطولات الاهلي في سنوات العجاف 4 بطولات مثلا وعدد بطولات الزمالك 4 5 لكن اعتياد ان في منافسه للاهلي من انديه اخرى ما كانش موجود لا انت يعني انت واخد كاس مصر 66 و63 دوري واخد دوري لا انا قصدي اقول انت يعني لما انت اما خسرت الدوري دخلت في الكاس يعني دخلت في كان المنافسة. لازم تخش دائما عندك بطوله لا يعني اقصد اقول ما هياش عجاف قوي يعني لا يعني ما قالوا لا اصل الاهلي فتره كان السيطرة فقد الاحتكار فقد مع ظهور الترسانة مع ظهور فرقة الترسانة العظيمة اللي كان فيها ابراهيم الخليل الاولمبي والترسانة والاسماعيلي والاسماعيلي بقى رضا لا انت بتتكلم على خرش لا وكان فرق والمصري شاهين وبدوي لا انت بتتكلم على لا طبعا فرق مخيفة والسويسري كان عندها فرقة فيها 5 6 منتخب مصر مرعبين
طب ايه فكره ده؟ طنطا كان فيها زقلط وزقلط وحسن يعني سالم، كل مصر كل الفرق في الوقت كان فيها لعيبه كتير، والحرسيه ما انا بقول لحضرتك يعني ده كان موجود كتير. لكن الاهلي دائما حتى في اسوء حالاته عنده بطوله، يعني دائما عنده بطوله يعني وده موجود. طيب. في طوق برضه هنأجل شويه سنه عشان الدعابه اللي انت كنت بتداعب بيها زملكاويه وخصوصا صديقك. كان صلاح الله يرحمه كان صلاح من روح، انا كنت لسه داخل روز لويس في الاول يعني، وهو شخص الله يرحمه كان من انبل ومن ملاكم للناس. طبعا كان رئيس قسم الرياضي، رئيس قسم رياضي في روز لويس. واحنا لسه محرر صغير، فكنت اجي جنبه كده اقول له عم صلاح، يقول لي عايز ايه؟ اقول له انا اقدر اقول لك 10 اسباب وربما 100 سبب انا اهلاوي كلها عقلانيه ومنطقيه، انت قول لي سبب واحد غير ما تقول لي انك زملكاوي، انا ربنا خلقني كده. فكان يضحك. كنت بتراهنه لو قال لك قلت له على كل سبب هديك 10 جنيه. الله يرحمه كان يجري ورايا، كنا نهزر سوا، كان في روح يعني هو شخصيه كان رائعه. لا انا عايز اقول حتى الروح كانت حلوه. بمعنى ايه؟ كان بينا حتى جمهور اهلي وزمالك كان الروح معقوله جدا، كان في نوب في التعامل يعني ما كانش فيه هذا الحده وفي التنافس بين الجماهير، وان لا كنا نقدر نتحمل ان احنا نلاغي بعض ونتريق على بعض في اطار الدعابه، مش في الدعابه مش المكايده، مش المكايده يعني مش الهدف المكايده. انما الهدف الدعابه لان في النادي كوره يعني في النهايه كوره. يعني لازم احنا نتصور في النهايه ان دي رياضه. يعني كان يجسد، انا مش بقطعك، انا بفكرك يجسد هذا ان في شعر قلبك سلطان والفار. طبعا سلطان اهلاوي والفار زملكاوي، وعملوا برنامج طريف كوميدي، وده اللي خلى صباح تغني الاغنيه الشهيره في الستينات بين الزمالك والاهلي محتاره والله. يعني كان الجمهور وتتفرج على حتى الجمهور وهم في المدرجات بلابسين البدل، هنا قاعدين جنب بعض والله انا واصحابي الزملكاويه اهلي قاعدين جنب بعض. يعني عايز اقول ان ده الدعابه دي كانت النهارده دعابه لا تحتمل، لا تحتمل، ممكن تؤدي الى خناقات ودماء وعنف. ودي عايز اقول للناس، انا عايز اقول من الحكايه دي للناس ان في نادي رياضه بنلعب. بنلعب ولا نقاتل، نحن نلعب، لسنا في حاله حرب، نحن في حاله لعب، في حاله بهجه. وبما اننا في حاله بهجه لماذا نعكر البهجه؟ وحتى لو زعلنا يعني مثلا ممكن الاهلي يخسر ماتش بس على 10 دقايق وخلاص، والموضوع ساعه الماتش خلص، ما حدش بيحب يخسر، شيء طبيعي. لكن انما كمان ما تخسرش انك تبقى ما تفقدش حياتك كمان، ما تفقدش شخصيتك، ما تفقدش حياتك، تتحول من انسان الى يعني شيء مرعب مؤذي. فالاهلي فعلا يعني لو احنا بنتكلم عنه نادي قيم، نادي وطنيه، نادي مبادئ. انا رايي ان حتى لا نفرض في الكلام ده، ان الواقع بيفرض نفسه. يعني تاريخ الاهلي، واقع ما يمارسه الاهلي في الحياه يفرض نفسه على اي كلام. اي كلام بقى انا رايي اقل من الواقع، بيبقى توصيف للواقع، والتوصيف ده بيبقى اقل من الواقع. جميل جدا، وده يعني تعبيرات بقى الناس هتشوف لما نبيل عمر يتكلم في الرياضه يحط لنا مثل هذه الفلسفه. طيب نرجع بقى لماتش الزمالك. قبل الماتش كنت حاسس ايه؟ كان انا يعني انت ماتش الزمالك والمباريات التي في مقوله دائما تقال ان ماتش لا يمكن التنبؤ بيه. انا في الحقيقه عملت احصائيات في المقارنه في حكايه قبل الماتش، لا عموما بشكل عام، قبل الماتش مش قبل الماتش ده بشكل عام، يعني ان الفريق اللي في الحاله العامه افضل بيبقى فرصته في الفوز اعلى دايما. بيتوقف ان الحاله عكس المقوله بقول لك طلعت مده طويله الفريق اللي غير صحيح. غير صحيح، ونراجع كل النتائج في كل المواسم. انا هحكي لكن في استثناءات، لان بنتكلم عن كره القدم. في استثناءات بتحصل، ان يبقى في الحاله العامه انت اعلى، لكن تيجي في المباراه في اليوم ده في اليوم في لا مش في اليوم ده، في ال 90 دقيقه دي تبقى اقل وهو اعلى، وهو اعلى لاسباب بتبقى في الغالب بتبقى نفسيه وضغوط اجهاد ايا كان بقت الاسباب. ودي حالات نادره ولكن بتحصل، حصلت مرات كتير. يعني الزمالك لما خد الدوري الاهلي كسبه 2-0،
وهو اللي خسران الدوري. لا، والزمالك في ماتش الكاس بتاع 3-1 بتاع مؤمن سليمان كان الاهلي مستحوذ بشكل مرعب وخسر 3-1، وده شيء يعني ده متاح انه يتم يعني. لكن انا في الماتش كنت مطمن نسبيا من مرات المباراه دي، في المباراه مطمن ان على الاقل الاهلي لن يخسر، مبدئيا الاهلي لن يخسر، يعني يتعادل يفوز. كان احساسك كده؟ كان احساسي ان الاهلي لن يخسر. ايه بنيته عليه بقى؟ الاهلي في حاله استقرار واضحه جدا، الزمالك عنده مشاكل من اول السيزون، يعني اول 3-4 مباريات مشي بشكل معقول، بعد كده حصل له دروب تم على مستويات في علاقات الناس ببعضها، ثم على المستوى الفني، ثم على الفني والخططي. الفرقه فيها فركشه فنيه، انا اسف التعبير، فركشه فنيه. حتى لو كان في اللحظه التي تسبق المباراه، التي تسبق المباراه واضح جدا من الماتش اللي قبله انهم خسرانينه، اللي عندهم مشكله، والمصر اللي قبله متعادلينه، اللي قبله خسر، يعني عنده مشاكل، والمشاكل مش عارفين يحلوها. لان كمان حجم التغييرات اللي تمت في الزمالك في السنتين دول، يعني هو كل نادي حر فيما يشاء من سياسات، لكن انا لا اعرف فريقا في العالم يكاد يكون ان التيم اللي لعب السنه دي لا علاقه له بالتيم اللي لعب قبل السنه اللي فاتت. هو بس يا نبيل بيه، انا ساعات بحط نفسي في الزاويه المسؤولين في الزمالك يروا منها. بيقول لك احنا بنجيب اللعيبه اللي الجهاز الفني بيقول دول اللي حققوا البطولات للزمالك، فلا يحققوا، فمضطرين من وجهه نظرهم ان احنا ما ناخدش سنه ثانيه في مجازفه اخرى، فيبدا الدعم بهذه الكثافه ويبتدي الموسم عندنا احسن لعيبه في مصر. لا يا فندم، بيتكرر السيناريو. انا بقول لك لا يحق لي ولا يحق لي ان انا افكر بالنيابه عنهم، هم احرار فيما يشاءون. لكن اللي انا متاكد منه، اللي انا اعرفه كويس جدا، انا بجيب كوتش بقول له انا عايز منك انك تلعب على البطولات الاتيه، هقبل منك انت هتلعب على 3 بطولات، انا هقبل منك بطولتين على الاقل، على الاقل. ايه احتياجاتك من اللعيبه اللي تحقق لك ده؟ وبناء على المدرب عشان اعلقه، يبقى مسؤوليته هو، يبقى مسؤوليته. انا ما تقومش بالنيابه عن المدرب واختار لعيبه واقول له بقى تعالى العب بيهم. ليه؟ لان كل مدرب ليه تكتيك. يعني مثلا نيبوشا كسب الاهلي مرتين في، وهو الاهلي الظروف خاصه يعني، فاحنا تصورنا انه مدرب عبقري. الطريقه اللي بيلعب بيها الفيصلي غير الطريقه اللي بيلعب بيها الزمالك. الطريقه اللي يكسب بيها الفيصلي الاهلي انه يدافع ب 10 وبعدين في كونتر مرتده الزمالك كتيم ما يعرفش يلعب ده، ما يعرفش يلعب ده، هو فريق متعود على الهجوم. زي مثلا سيميوني مدرب اتلتيكو مدريد، يا ترى لو خدته وديته البارسا يقدر يحقق نفس النتائج مع البارسا؟ اقول لك لا، لان الطريقه اللي بيلعب بها سيميوني لا تناسب الطريقه اللي اعتاد عليها، او الفكر اللي زرعه فيها كرويف لما بدا تغيير افكار البارسا. ما ينفعش، ده انا قايم على الاستحواذ وعلى تفكيك الدفاعات بصناعه مساحات داخل كلام فني دقيقه، بصناعه مساحات داخل الدفاعات بتعمل خلخله. يعني انا لازم اعمل، يعني قايم على فكره صناعه خلخله بدفاعات الخصم. ايوه، والبارسا احيانا تهاجم الفرق من اقوى النقط فيها، لان انا لو وقعت النقطه الاقوى خلاص الفرق خلصت. يعني ده قبل المباراه. طب دعنا من هذا الشان، لان ساعه المباراه لما شفت المباراه بقى. التشكيل في اتقال التشكيل عرفت ان الزمالك مش ممكن يكسب. ليه؟ هقول لك ليه. انا شفت اتنين، ايمن حفني وباسم. ايمن حفني لاعب كبير وباسم لاعب كبير، لكن ما بيلعبوش. فقعدت اتخيل، طب ليه ايهاب جلال اللي جاي بقاله 24 ساعه او 48 ساعه لعبهم؟ فكره
عندنا من ضمن الاوهام السائده ان فلان كعبه عالي. ممكن يبقى انا كعبي عالي على فكره، بس كعبي عالي على الفرقه الاخر بشرط لما اكون دايما في الملعب. ما ينفعش اجي من ورا الخطوط بعد سبع او ثمان او عشر مباريات العب ابقى كعبي عالي على الفرقه، على فرقه ثانيه. يعني انت حضرتك فاكر من سنتين الاهلي لما جاء ايمن حفني في ماتش الاهلي والزمالك جاله مغص فما لعبش، فالاهلي كسب 2-0، فقال انا لو كنت بلعب ما كناش خسرنا. فالناس فاهمه ان وجود ايمن حفني هيبقى له دور في تغيير نتيجه المباراه. باسم من الجيل الحالي، من لعيبه الجيل الحالي اللي احرزت اهداف اكتر في النادي الاهلي، وبالتالي وجودهم هما الاثنين هيمثل حاله نفسيه عند الاهلي. عند الاهلي ده كلام ينفع لو هما الاثنين بيلعبوا، يعني يجوز هذا. يعني زي مؤمن زكريا كعبه عالي على الزمالك بس في الملعب، بس في الملعب، وده الفرق ان مؤمن في الملعب، وبالتالي سهل جدا ان مؤمن يبقى موجود في الحته دي في التوقيت ده في دقيقه 3 عشان يجيب الجون الاول. طب تفسيرك ايه بقى؟ انت حسيت هذا الكلام وشفته في الملعب، وان طب ان الاهلي لعب بطريقه اقل مجهود ها واكثر فاعليه، ورمى فكره انه يسيطر على الماتش ويحرز مزيد من الاهداف، وما كانش ده في طموحه. الكابتن حسام البدري فسر هذا، وهقول لك انا معاه ولا لا بعد ما اسمع رايك، بان انا بلعب كل ثلاث ايام ماتش وعندي ابذل جهد مضاعف ليه وانا حققت النتيجه. هو طبعا انا عايز اقول ان الاول الهدف الاول اللي جه في الدقيقه 3 هو اللي غير شكل الجيم. هو اللي غير شكل الجيم. اولا خلى يعني لعيبه الاهلي وثقت ان الماتش معاه، شعروا ان الماتش معاه، وبالتالي فكره المخاطره او المغامره قلت فرصه المغامره والمخاطره. انا اوريدي الثلاث نقط حطيتهم في جيبي، طب اخاطر بيهم ليه؟ طب هم في جيبي اوريدي، خلاص انا بعد ثلاث دقايق حطيتهم في جيبي. الزمالك هو المتوتر، هو اللي عاوز يعوض، هو اللي هيبقى عنده مساحات مفتوحه اللي انا اقدر اتحرك فيها والعب زي ما انا عايز. طب وبالتالي انا بختار الاسهل بالنسبه لي، وهو اللعيبه اللي حاله نفسيه بغض النظر عن المدرب قال لهم وفروا جهدكم او ما وفروش جهدكم، دي حاله نفسيه عند حصل اللعيبة. نوع من الهدوء، انا هامن نفسي بقى، انا هامن نفسي والعب اقل مجهود. ده حاله نفسيه حصلت للاهلي اللعيبه قبل ما المدرب يعني يقول يعني منهم. فكره ان الاستحواذ دي لا تعكس فوارق فنيه قوي لكن فوارق ظروف المباراه. لا انا لا ده استحواذ في حاجه اسمها الاستحواذ المضر، في استحواذ سلبي ما اناش عارف اجيب جون، لا في استحواذ مضر ان يستغرقني مفهوم الاستحواذ على ان انا اخاطر بان انا مضر جدا. انا اقعد امرر الكوره وانا بتحرك بها بنسى نفسي واسيب فراغات، لان انا لان كتر الاستحواذ بدون فعاليه اولا بيعمل لاعبي حاجه خطيره جدا، الاصابه بالملل من غير ما تاخد بالك. ما الحاجات دي معنويه بتحصل لك. انا معايا الكوره بس مش عارف احولها لحاجه مهمه، انا بحس بالملل، وتعمل لي حاجه وتعمل لي نوع من الاحباط. احباط يعني طيب. تحصل لي ملل وتحفظها، وطبعا بتخلق لي مساحات فاضيه عندي، اللي هي لو هنلاقي مثلا في التمريرات، في التمريرات اللي كانت خطيره جدا للاهلي، تمرير هي كانت نقله واحده، يعني الجون الثالث رامي ربيعة بيشتت وصلت للوليد، تمرير يعني هي تمريره جون، ثلاث لمسات تمريره جون، عبد الله السعيد لمعلول ضربه جزاء جون، ثلاث برضه لمسات، يعني واخد بال حضرتك. فهنا الاستحواذ ملوش الاستحواذ مضر، وانا ضد فكره الاستحواذ اذا ما كنتش عارف انت عايز ان الاستحواذ يتحول الاستحواذ الى نقمه على فريقك. لازم تبقى عارف ايه من الاستحواذ بالظبط، ده مهم جدا، مهم جدا للفريق. الحاجه كمان في الاستحواذ، انا قعدت ادور في الاستحواذ على فرص حقيقيه الزمالك صنعها. انا عايز فرصه، طب
يعني او حتى تدخل المنطقه بخطوره. الاهلي لا، الزمالك لم يدخل منطقه الاهلي بخطوره ولا بتسديده من بره. ما هو التسديد من بره انا يعني كم واحده برضو ما فيش كتير. لا انت عندك شاطها في الشوط الثاني في اول ما نزل اسمه ايه ده غير نسيت اسمه دلوقتي لكن هفتكره احنا في بنتكلم اللي هو اتطرد محمد ابراهيم. محمد ابراهيم اللي شاطها اللي اتفتحت فيها الانفتاح في اول ثلاث دقايق في الشوط الثاني وشاطها بره بشكل وحش والكره اللي اتعملت منها ضربه الجزاء. هذا هو الحال. قبل ما نستطرد في توابع المباراه لان فيها شويه تعليقات وشويه حاجات كده عايزين نتكلم فيها، هنخرج فاصل ونستقبل ضيفنا الذي سيرافقنا الى نهايه الحلقه وهو باذن الله هيكون مفاجاه سعيده لحضراتكم. فاصل ونعود. اهلا بيكم مره ثانيه. انضم الينا ضيف بطعم مختلف. طول عمرنا متعودين على فكره الجان الولد الشقي اللي كان بيجسدها بشقاوه بخف الدم ونجاح شديد جدا احمد رمزي، ده ابتدت دلوقتي من خلال نجوم انا في رايي جامدين جدا ومتنوعين جدا، بس يعني بيجسدوها بشقاوه هذا العصر وبالياته وبطعم هذا العصر. معانا فنان تحبوا تشوفوه، وهو اهم ميزه فيه ايضا انه اهلاوي، يعني يكمل النغمه اللي احنا ماشيين فيها. اهلا بالفنان احمد فهمي الاهلاوي حتى النخاع. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، وانا شرفني ان اكون معاكم النهارده وفي بيتي اللي هو النادي الاهلي اللي اتولدت واتربيت فيه. يعني دلوقتي عندنا الاعلام والفكر، عندنا الفن والاهلاويه الشديده الاثنين حقيقي. واعتقد كان نفسي يبقى كريم معاك. كريم بيصور بس يعني. كريم طبعا لو كان شعان تصوير كان هيبقى قبلي موجود هنا. كريم اهلاوي أيوة. جدا يعني. وكان معانا كمان هشام جمال الشاب العبقري طبعا صاحب ال 24 سنه اللي بقى ظاهره هنحكي عنها للناس وهو معانا على مداخله. لكن اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، سعداء بيك. انا اللي سعيد اول مره اظن تخش قناه الاهلي. بالظبط، كان كلها مداخلات قبل كده، وكنت اتمنى ان اول تواجد ليا في قناه النادي الاهلي يبقى مع حضرتك يعني بره حتى علاقتنا الشخصيه. ربنا يخليك. لا يعني احنا كاهلاويه كلنا بنقدر كابتن عدلي، باشمهندس عدلي يعني مهندس الصفقات، واللي فرحنا على مدار سنين كتير جدا وكان سبب في انجازات وبطولات كتير يعني. لعبت كوره في الاهلي؟ لعبت. انت وكريم؟ لعبت انا وكريم. احنا لعبنا كوره في انديه كتير انا وكريم، بس احنا اهلاويه يعني، احنا اتولدنا في النادي الاهلي فعلا اهالينا يعني من الاول كعضويه عامله وكده في النادي الاهلي. ولعبت انا ثلاث سنين وانا صغير، لعبت مع كابتن فوزي سكوتي في الاول وكابتن امين عرابي وكابتن خالد جدل، ثلاث سنين في النادي الاهلي. جيلنا ما حدش كمل قوي منه، كان حسين زازا وهتفتكر الاسامي شويه. طبعا كابتن زازا ده كان جيلي، بس الجيل الاكبر مننا هو اللي كمل، كان هاني سعيد وابراهيم سعيد ووليد فوله وامير، وهم دول بقى الجيل اللي كمل، الفرقه الاكبر مننا، لكن جيلنا ما حدش فيه كمل يعني. وكريم نفس الشيء. كريم اصغر مني بسنتين، كريم مواليد 82. ولعب برضه لعب مع كابتن شطه ولعب مع كابتن خالد جدله برضه. كويره يعني انتوا بتلعبوا لحد دلوقتي؟ بنلعب، بس بنلعب بقى لعب عواجيز خلاص يعني. يعني كريم هو اللي موظف اكتر مني. بس انا شفتك تعنيف قوي في السداسيات، ده انت ايه ده؟ يعني انت لو موجود دلوقتي كان هيبقى لك ضحايا كتير. انا هتلاقي اكتر لعيب حتى انا بحبه احمد فتحي. انا بحب اللعيبه الستايل ده. انا بحب الستايل ده جدا. يعني انا لعيبي المفضل في النادي الاهلي احمد فتحي طبعا. هو لعبنا طبعا المفضل كلنا المصريين كلهم. الرجوله وال وتيره واحده. لا يعني هو ملوش كيرفات يعني، بس انت ضامنه، انت عنده دايما حتى يعني من 7 9 حافظ مستواه. من هو حريص، هو حريص انه يحافظ على مستواه. صح، يعني اللاعب المهتم قوي هو اللي بيحافظ على مستواه. الاول كده هنقول لكم حاجه. اتفضل. يعني احنا في الحلقه دي بالذات امبارح كان مضى عام على عودة ملك وكتابة على قناة النادي الأهلي. كل سنة طيب يا باشمهندس. وأنت طيبين. ويشاء يعني الظروف إني أقدمها لوحدي. يعني كان المفروض يبقى إبراهيم معايا، ولكنه
راح يتفسح بقى، راح يتفسح هو سبق هنا. ما انا قلت ايه اخويا هايص وانا هايص. اول حال الامارات طبعا، لكن هيقدم لنا في الاخر كده رؤيته وكواليس من خلال يعني تسجيل عامله. فطبعا يعني اتاحت لي الفرصه ان انا افكر اعمل حلقه مش تقليديه، اجيب ناس ما تعودش الناس يشوفوهم، يكلمونا عن علاقه الفن والادب بالرياضه، يكلمونا عن علاقته بالنادي الاهلي. فنبيل بيه يا ريتك كنت حضرت بدري، ادانا يعني جرعه تاريخيه من منظور ربما يكون مختلف عني بعض الشيء، ممكن معلومات تبقى معظمها انا عارفه بس قالها بالطريقه اللي تناسب انها توصل للناس. علاقتك بالنادي الاهلي، انت ابتديت اسرتك في النادي الاهلي. ده من يعني قبل ما انا اتولد هم. طب في عيلة، في اتنين عيله فهمي ولا انت من الثالثه؟ لا لا، في مراد فهمي ده كده، وفي اشرف فهمي المخرج الكبير. مراد فهمي وعمرو صاحبي جدا. عمرو دلوقتي سكرتير عام الاتحاد الافريقي. وعمرو من واحنا صغيرين بقى كان اكتر واحد بيروح معايا الاستاد، يعني كنا حتى بنعمل مسابقات انا وهو مين فينا يروح ماتشات اكتر. وعمرو صاحبي من زمان جدا. انت برضو. انا بصراحه انا هقول لك الصراحه عشان ما بقاش يعني ايه، ممكن الكلام ده يضايق ناس مني، انا بحب الالتراس جدا. وبحب الوايت نايتس جدا بتوع الزمالك، انا بحب اي جمهور منتمي النادي بهذا الشكل. في شويه حاجات ممكن تضايقك، مش شرط بالالتراس، ممكن يبقى جمهور عادي وبيعمل شغب وبيعمل، لكن في الاخر دي ناس بتحب النادي جدا. نقعد مع بعض خدنا الجزئيه دي منهم مع فكرهم وابداعهم، وهم يتركوا بعض العنف والحاجات اللي مالهاش لازمه. مش كلهم والله، مش كلهم، مش كلهم طبعا، فيهم شباب جميل جدا. بس هي المشكله ان احنا انت عارف لما اثنين ثلاثه يستطيعوا ان يقودوا بلا وعي في لحظه غضب المئات والالاف في اتجاه الالتراس ده طلع قصادنا. يعني احنا كنا الاول بنقعد الرابطه اللي هي ايه ال يو دي، كنا بنقعد في ثانيه، وكان معانا عمرو فهمي وعادل كريم وسميح وكل الناس. وبعد شويه عمرو بدا يقعد ورا الجون، وبدات الاي اف سي، وبعد كده ظاهره الالتراس، وكانت حاجه جميله اصلا، والدخلات شكلها حلو جدا. بدات بالدعات في الاول جدا، وعلى فكره يعني كالتراس او وايت نايتس او الجرين ايجلز بتاع المصري او اي حاجه بتدي طعم للماتش. لو في شويه تجاوزات ده ممكن تيجي من جمهور عادي على فكره برضه. لا بس مش عايزينها. لا لما طبعا تبقى تجاوزات منظمه طبعا بتبقى خطيره. طبعا مش عايزينها. الجمهور العادي بيبقى افراد متناسره. انا معاك، لكن لما تبقى منظمه بتبقى خطيره جدا. بس انا محتاج ان احنا نتكلم معاهم. وهو خلاص مش محتاج الظاهره دي هتنحسب. عندي تعليق. بص، شيء مهم جدا انك تبقى منتمي لناديك، وشيء مهم جدا انك يعني تشجعه بحماس شديد وفائق، لكن الشيء الاهم ان نلتزم بالقانون طبعا. الشيء الاهم وان لا يكون هناك عداوات والكود الرياضي ما بين جمهور وما بين الدوله وهي بتنظم هذه المباريات، لان لازم يبقى في نظام، لان اي حاجه من غير نظام ممكن تنتهي بكوارث سواء مقصوده او غير مقصوده. وبالتالي طول ما الارض بيشجع نادي نشيله فوق راسنا من طبعًا فوق، طول ما بيعملوا دخلات ويعملوا اغاني عشان ده جميل. لكن وانس انا اسف، وانس كلمه يسب حد، تشتم حد، تهين حد، تسيء لحد، تكسر حاجه، ما ده حد، ما هو بتبدا بالشتيمه وبعد كده تنتهي بالتكسير. صح، طبعا ده مرفوض. لكن انا الملاحظ هم بدأوا كويس، الدنيا هديت شويه. طبعا هديت لان ما فيش جمهور، ما هو مش موجودين. لا حتى دلوقتي لما بيبقى في جمهور، ما هو جمهور، ما انت ما الجمهور فين؟ مش مع المنافس، انت جمهور وطني دلوقتي. انت بتحضر مباريات يا اما انديه في مباريات دوليه افريقيه او مع المنتخب القومي. بس برضه يا نبيل بيه، اليات الدخول والخروج بدأوا يعتادوا على النظام ده، بدأوا يقبلوا فكره التفتيش، بدأوا يقبلوا انهم يمشوا طابور ويخشوا منظمين، يعني في حاجات جديده. ايوه ده شيء هيلة محترم، ده شيء محترم. واحنا نحترمه ونقدره فيه، يكملوا للاخر عشان كمان نرجع. انا متفائل، انا بس عايز انا جدا. من الحاجات الجميله جدا اللي هو الاهلي بيسعى الى عوده الجماهير، ده شيء مهم، لان عوده الجماهير للمدرجات جزء من اعلان للعالم اجمع انا مصر مستقر. صح. يعني انا ما اقدرش اقول للعالم ان انا مستقر وان انا النظام موجود المدرجات خاليه في اي مباراه، بالعكس هذه دي انت عمال تقول سياحه وعايز استثمارات وحاجات زي كده، انت بتقول كلام متناقض. دي في صوره وفي كلام، انا الصوره اقوى من اي كلام.
الجمهور وهو الجمهور ملاحظه غريبه شويه. اه طبعا والجمهور وهو في الملعب مهم جدا. انظمه ازاي بقى؟ اخليهم 5000 3000 4000 ده هيحصل هيحصل. لكن الغريب في المساله ان عدد كبير من الانديه رافضه ان الجمهور يرجع، وده عامل ازمه اكتر، وده اللي عامل الازمه. انا بس مش عايز اربط، انا بقول ما بقولش نوع مين دول. لا لا ماشي ماشي، انا مش عايز اربط فكره انك انت لما ترجع الجمهور بيعكس فكره الاستقرار، لان في جمهور في سوريا وفي جمهور في العراق وفي جمهور لا ليبيا لا. انا بتكلم الاستقرار الامني، فكره الامن. ما هو في عدم استقرار اكتر من هو البلد بس الفتره اللي فاتت كانت بتمر ايه هو كان انا بفكر فيها بطريقه ثانيه بس عشان ننط على الحته دي. بفكر فيها ان الامن شويه بيحافظ على المواطن اكتر مما يتصور، وده يعني مطلوب. هم خشيتهم وده مطلوب ان يحصل دماء. انا مش ضد انه يعمل كل اجراءاته، انا كله عايز يعمل اجراءاته ويحدد العدد اللي يخش. يعني بيبقى اللي موجود 5000 5000 اولا هيبقى الدخول والخروج سهل، هفتشهم اقدر افتشهم كلهم. كتيرة ويقول لك جمهور النادي الواحد الضيف بس رتب يعني رتب باي ماتش السوبر حاجة. ماتش السوبر 3-2 اللي كان في الامارات كنت موجود هناك انا وكريم وخرجت في وسط جمهور الزمالك والوايت نايتس كانوا موجودين والناس عارفه ان انا اهلاوي والله العظيم بيتصوروا احنا كده بقى والله العظيم. وماتش الاسماعيلي اللي اخذنا فيه الدوري اللي هو الفاول بتاع ابراهيم وليد سليمان فكان في بعض الجمهور من الاسماعيلي والاهلي، جمهور الاسماعيلي ندالي وكان ناس قليله يعني مش كتير، فناس من قدام جمهور الاهلي قال لي ايه بلاش احنا بناخد الدوري وبتاع بلاش. رحت وقعدت معاهم في المدرج واتصورت وناس محترمه جدا وما حصلش اي حاجه. فانا شايف انا متفائل زي باشمهندس عدلي ان اللي جاي البلد بشكل عام كانت بتمر والوعي زاد في السبع سنين بعدم استقرار بينعكس على كل المجالات مش كوره بس هنا وهنا دلوقتي الدنيا بدات تهدى ومتفائلين لكل حاجه للبلد. ما تيجي نحتفل بملك وكتاب؟ طبعا جاهز يا شوارب. طيب انا بس قبل ما تعمل حاجه، احنا لما رجعنا المره دي الاخيره دي كنت انا وابراهيم انا بشعر بمسؤوليه شديده من التوقعات العاليه، الناس مستنيه ملك وكتابه، كله عايز ملك وكتابه يرجع، كله عايز. فقلت له ابراهيم لازم يبقى عندنا رساله جديده شويه، ما تخافش على الاهلي وندافع عن قضايا دي هتظل موجوده، لكن ما تيجي نغلفها بشيء يعني تثقيفي يخدم تاريخ النادي. ففكرنا ان احنا نعمل فقرتين او ثلاثه جداد، ان احنا نقول قصه كاس، نجيب كاس من كؤوس ما حدش عارف عنه حاجه، وكاس ما حدش هيعرف ياخده تاني. هنبتدي بالكاس ده يا شوارب. بالكاس هنشوف كاس هنحكي قصته بسرعه عشان نفكر الناس بس ان ملك وكتابه لا كان يهدف ان يبقى حاجه جديده، وتقولوا لنا رايكم في الكاس ده. سر عظمه الاهلي في هذه الكنوز التي لا تتكرر. باشمهندس كاس الجمهوريه العربيه المتحده. ايه القصه؟ القصه انا بس كاس ما حدش هياخده تاني. لا اولا الكاس ده لا حد خده ولا حد هياخده. ما حدش هياخده تاني ليها سبب. ان ده الوحده مع سوريا 58 الانفصال 61. فابتدى يتعمل دوري مشترك اتلعب سنتين اتنين او ثلاث سنين اقل من ثلاث سنين في كاس الجمهوريه العربيه المتحده اتعمل مره واحده سنه 60 61. هذا الكاس لو سمحتوا يعني ركزوا لنا عليه لان الناس هتشوف تحفه فنيه غير مسبوقه ولا اعتقد انها هتكون لاحقه. محدش هيعمل كأس بهذا النوع من الفضة. محتاج أيوة 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 الناس تستمتع. أيوة شايفين يا جماعة هذا الكأس العظيم، شايفين الجمال، شايفين التحفة التي ليس لها نظير على مستوى العالم، وتحت مكتوب المناسبة بتاعته وهي من الفضة المط، نوع من الفضة الراقية جدا ما بتلمعش او ما تتلمعش. الكاس ده اتلعب بين بطل الكاس في سوريا البطل والوصيف مع البطل والوصيف
في يعني الاقليم الجنوبي والاقليم الشمالي، سوريا مصر وسوريا، اتلعب ان بطل مصر يلعب مع وصيفه في دمشق. يعني مصر الاقليم الجنوبي من الجمهوريه العربيه المتحده، وسوريا الاقليم الشمالي. بطل الاقليم الجنوبي، بطل الكاس الاهلي والوصيف بتاعه القناه. الوحده عشان نقول للناس، الوحده اللي اعلنها الرئيس جمال عبد الناصر كانت في 58 واستمرت لغايه 61. هذه البطوله موسم 60 61 تمام، 60 61 وكان اخر حدث قبل الانفصال. اتلعبت مصر، كان الاهلي البطل والقناه الوصيف، والقناه الوصيف، وكان الاهلي فائز في الفاينل. عشان تعرف الفورمه بتاعت النادي الاهلي كانت عامله ازاي، 5-0 واهلي حلب واهلي دمشق. اهلي حلب اللي هو اتحول بعد كده، عشان الاشقاء السوريين يبقوا عارفين، اللي اتحول بعد كده لنادي الاتحاد. اهلي حلب الاتحاد فيما بعد. طيب، فلعب الاهلي المصري مع اهلي دمشق. كانت النتيجه 5-0 والمباراه كانت فين؟ في دمشق. وبعدين اهلي حلب وقتها انذاك لعب مع القناه وكسب اعتقد 2-1. وبعد كده اتلعبت المباراه النهائيه في القاهره بين اهلي حلب والنادي الاهلي على المركز الاول والثاني، وفاز النادي الاهلي 4-1. عايزك تقول لنا مين محرز الاهداف عشان الناس هتكتشف حاجه لذيذه. طيب، يعني هنرجعكم قد ايه، كام سنه يا باشمهندس؟ 60 دي كام؟ 65 سنه ولا 55 سنه؟ 55 سنه ولا 56 سنه. طيب، هنعرض لحضراتكم المنشطات وبعد كده هنحكي القصه من اولها. اهل القاهره يهزم اهلي حلب 5-0، واهل دمشق يهزم القناه 2-1. الدور النهائي لكأس الجمهورية العربية، أهلي دمشق ضد أهلي القاهرة. ده يا جماعة اللي أنتوا شايفينه جريدة أخبار اليوم يوم 20/5 سنة 61. أهلي القاهرة فاز على أهلي حلب 5-0. أيضا هتشوفوا كمان صورة الأهرام. الأهرام في اليوم التالي، أهلي القاهرة وأهلي دمشق في نهائي كأس الجمهورية. الاهلي يهزم اهلي حلب 5-0، واهلي دمشق فاز على القناه 2-1. ده كان تغطيه الاخبار والاهرام لهذه المباراه. يا ريت نقرا لهم برضه تشكيل على الاقل للنادي الاهلي في هذه المباراه. اولا الخمس اهداف احرزهم الكابتن كرم، وده كان مدافع، وكابتن صالح سليم هدفين، وكابتن طه اسماعيل هدفين. الفريق كان مكون من مروان، كان انتقل بقى من سوريا، هو ابو غيده لعبوا في النادي الاهلي وقتها. كان انتقلوا بقى لهم فتره بسيطه يعني. مروان، كرم، سعيد ابو النور رحمه الله عليه، فؤاد ابو غيده، رفعت الفناجيلي، طارق سليم، عوضين، انور صالح، صالح سليم، طه اسماعيل، ميم الشربيني رحمه الله على اللي ما هماش معانا دلوقتي. اهلي حلب مبيض، عدنان، حسني، عريان، شعبان، مش هتعرفوا الاسماء مهما قلناها يعني. احنا قلنا اهلي حلب بقى الاتحاد دلوقتي، واهلي دمشق حاليا بنادي المجد، علشان الاشقاء السوريين لما بيتابعوا يعرفوا مين دول، لانه اتغيرت اساميهم بعد كده. المجد عموما ده كان المباراه قبل النهائيه. المباراه النهائيه بقى بين اهلي حلب واهلي القاهره، وفاز الاهلي 4-1. برضه نشوف تشكيل النادي الاهلي في هذه المباراه قبل ما نعرف نتيجتها. عادل هيكل، الاهلي دمشق، عادل هيكل بدل مروان. لكن تقريبا نفس الفريق، كرم، سعيد ابو النور، فؤاد ابو غيده، رفعت الفناجيلي، طارق سليم، عوضين، انور صالح، صالح سليم، طه اسماعيل، ميم الشربيني. التغيير الوحيد كان في حراسه المرمى الكابتن عادل هيكل. و4-1، والاهداف احرزها ميم الشربيني وطه اسماعيل جاب جولين، والكابتن صالح جاب جون. يبقى الكابتن طه هو الهداف ب4 اهداف، والتاني كابتن صالح سليم ب3 اهداف لهذه البطوله
المهمة جدا. وبعد كده حصل انفصال فاحتفظ النادي الأهلي بهذه التحفة اللي هي ملاش نظير على مستوى العالم. اللي يقول لي شاف كسب الجمال ده يورهوني، وما أظنش انه هيتعمل تاني. طيب تفاصيل البطولة دي ايه وكواليسها ايه والناس فاكرة ايه عنها وازاي الأهلي لعب هذه المباريات اللي فعلا مش هتتكرر، لانه دي مناسبات المرة التاريخية الواحدة، حتى مش مجرد بطولة، ده فكرة الوحدة وفكرة الجمهورية العربية المتحدة فكرة واتحققت وانتهت، وصعب جدا انها ترجع تاني. حتى سوريا ربنا يكون في عونها وترجع ان شاء الله. اذا دي كانت فلسفة جديدة ان احنا نقدم لكم قصة كاس، وعرضنا ايه 4 5 كؤوس وبعدين خدتنا الاحداث. هنرجع نتواصل عشان تعرفوا قيمة ان يبقى في متحف في المرحلة الجاية في مشروع القرن. بسرعة كده تعليق يعني على حاجة عظيمة طبعا، يعني أول مرة يعني رغم ان انا قاري لكن ما خدش كانش عندي فكرة قوي عن الكاس انه بالجمال ده. ده تحفة فنية، تحفة فنية لما تشوفه وتشيله ما تعرفش تشيله، تحفة فنية. وده يضاف طبعا، ما حدش حد عنده كاس زي ده ابدا، مش هتلعب مش لهنا ولا في حته خالص. انفصال. هو ده اللي لسه كنت هقوله، الكاس نفسه شكله كانك في متحف في روما، الحاجات اللي عليه يعني اللي فكر فيه ده، بس يعني عشان كان بيرمز الى يعني هو حدث رياضي لكن بيعكس حاله سياسيه، اسقاط سياسي، فتعامل بالشكل الابداعي اللي احنا سعداء الحظ ان يكون عندنا. على فكره في كؤوس كتيره، يعني كاس برضو اللي لعبناه مع ريال مدريد سنة 2002 ده كان عن نص الدنيا، كاس نص الدنيا، كان كاس عن مباراة الاهلي وريال مدريد بصفته نادي القرن، نادي القرن في اوروبا، نادي والاهلي خد الكاس ده برضه عرضناه وهو قد الحله برضه، حاجة كبيرة كده. ما علينا. يعني الحمد لله ان كلها احداث. اديني بقى 100 سنة عشان تعمل ماتش تاني زي ده، وبرضه الاهلي هيكون طرف فيه، وغالبا برشلونة اللي هيلعب الاهلي بعد كده. انت مدريدي؟ طيب اختلف برشلونة. انا برشلونة بس انا ما بتعصبش قوي بره مصر. لا ما هو مش هنتعصب، احنا مش فارق دول مش فارق، احنا شويه اللي فينا بتوع الاهلي بالظبط يعني. طيب دي من الحاجات اللي احنا عملنا كمان يا جماعه حاجه تانية، ان احنا ندافع عن النادي الاهلي. كان في تيار تحكيم التحكيم، بطولات بالتحكيم والبطولات الحرام والبطولات الحلال، فقلنا دي جزء من القضايا عبر التاريخ نعمل حاجه زي كده. وفي حاجه ثالثه، التعريف برموز الاهلي وتاريخه. ايه اللي جاهز عندك من دول؟ نماذج يا شوارب، نماذج. الخطا التحكيمي ممكن يضيع زي ما شفنا نقطه، او يضيع 3 نقاط، يعني يا اما يكون لك حق ان انت تكسب فتتعادل يبقى خسرت نقطتين، او ان انت تخسر فخسرت 3 نقاط في مسار بطوله زي ما حصل مع الفرقتين الاهلي والزمالك وكل الانديه. لكن لما يبقى الامر خطا تحكيمي فادح يضيع منك بطوله، يضيع منك لقب، يضيع منك تاريخ، يضيع منك فرحه جمهور، يضيع منك فلوس. ده حصل في مباراه السوبر الاخيره الاهلي والزمالك في ابو ظبي. نشوف الكابتن احمد الشناوي خبير التحكيم والتحليل الدولي وهو بيقول رايه في بنالتي لم يحتسب للاهلي في هذه المباراه. نيجي بعد كده للحاله الثانيه وهي اللعبه دي. طبعا الحكم اهو ما عندوش زاويه رؤيه زي ما انت شايف، في لعب قاطع، لكن هناك في مخالفه تمت من لاعب الزمالك ضد عبد الله السعيد، رغم بعد ما لعب الكوره. نشوفه، بص اللعيب دخل كمل في عبد الله السعيد. هل النهارده اللعيب ما حسبش حاجه والامر يمشي عادي جدا ووارد في كل حته؟ وارد في كل حته مع الاهلي، كل حاجه وارده في كل حته، ودي اخطاء الكوره وجل من لا يخطئ. خليكم فاكرين التعبيرات ديت، لان التعبيرات دي في صندوق ما بتستخدمش الا في اتجاه واحد فقط. طب احمد الشناوي يجوز جامل الاهلي، الحكم التشيكي نفسه رأيه ايه؟ اللي أدار المباراة، مش العبرة باعتراف الحكم زي ما تم الترويج لهذا المنطق الفترة اللي فاتت. الحكم التشيكي اللي أدار المباراة، هل التشيكي أهلاوي؟ نسمع رأيه. ماتش
I saw in this in on the match also he played the first played the ball and after the pass to the some other players there was the contact but for us wasn't penalty. Yeah, it is in this match must be the 100% penalty. Can it came? تفضل طيب دي مباراه انتهت بركلات الجزاء الترجيحيه لو احتسبت ضربه الجزاء دي كانت هتدي فرصه للاهلي حسمها في الوقت الاصلي ولكن جائزه السوبر كانت كام؟ 300,000 دولار؟ 350,000 دولار للفائز الاول بعد التعويم يعني ما تعدش واعتقد 150 للثاني يعني فرق 200,000 دولار الفكره كمان بجانب الدولارات التاريخ والفرحة فكرة التاريخ والزخم والناس اللي بتقعد تحسب عشان تكلم بعضها بتأكيد ان يعني في مباراة لم يهزم فيها الاهلي ما خلصناش يعني فعلى اي حال لكن ادي حكم بيعترف بضربة جزاء ما احتسبهاش طيب طبعا احنا مش بنحصر احنا بندي نموذج يعني فلسفة البرنامج كانت في هذا الاطار ان احنا نوضح حقوقنا قبل ما الناس تفتري علينا ليكوا تعليق طبعا طبعا يعني بالنسبة للحاجات الشائعة عن الحكام يعني من غير ما هذكر اسماء اندية انا ومجموعة من اصدقائي قررنا نعمل احصائيات ايام ما كنت شغال في الهرم الرياضي على اكتر الانديه استفادت من اخطاء الحكام وانا من انصار ان الاخطاء المقصوده ضئيله قوي نادره لكن في الغالب هي اخطاء عفويه وبتحصل في كل الدنيا ليس الاهلي رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاثة دي احصائيات ما تبعتها لي مر هبعتها لك لا رقم واحد ولا رقم اثنين ولا رقم ثلاثة وفي انديه تدعي انها مظلومه طول الوقت. انا مش عايز اقول لك ان بطولات كتيره جدا ومباريات كتيره مش بطولات مباريات كتيره مهمه جدا تحسب لها ضربات جزاء من تمثيل في منطقه الجزاء. لا ده باعتراف اللعيبه. يعني وكتير اتحسب مثلا اربع خمس ضربات جزاء في مباريات مهمه ومصيريه. غير ان في اهداف تحرز فلا تحتسب. يعني فكره زرع عموما بشكل عام فكره زرع عند جماهير زرع عند جماهير انها مظلومه ومحبطه وانها ده انا بقول للجماهير لجماهير كل الانديه بما فيها جماهير الاهلاويه من فضلكم ابعدوا عن الحكام البطولات زي بطوله الدوري وبطوله كاس لو الحكام ركبوا دماغهم وعملوا الجن الازرق ما يقدروش يغيروا مسار بطوله زي ما يتصورون لان احنا بنتكلم على بطوله بتمتد سنة كاملة. سنة كاملة بطولات المباراة الواحدة بطولات المباراة الواحدة هي كم هي غير هي السوبر لكن حتى مباراة الكاس هي طويلة ما هي مباراة الكاس بتلعب عندك 64 و32 و16 و8 وال4 يعني وبالتالي الكلام عن اخطاء الحكام التي يظلموننا والفرق التي يساندها الحكام حقيقي ده كلام كذب اذا انت بتظهرنا ونخرج منه طبعا وانا بشجعكم جدا على ده وعلى فكره القناه نفسها تقدر تعمل برنامج عن اخطاء الحكام عملنا ما هو ده لا ده يتعمل برنامج يعني اذا كان عندك حاجات غير ما عملناهاش ممكن اديني احصائيات انت حضرت الواقعه دي في الملعب انا بالنسبه لي اصل الموضوع انا ضد نظريه المؤامره يعني انا في الاخر لما الكوره جزء من حلاوتها اخطاء الحكام على فكره ساعات يعني الجون بتاع مارادونا اللي بيحصل عليه الجون بتاع مارادونا بايده هانز اوف جاد دي بقت على التيشيرتات هانز اوف جاد وحاجه دلوقتي بنضحك عليها وانجلترا خرجت من كاس عالم عشانها الاهلي اتظلم في ماتشات اهو زي اهو في بينالتي اهو الزمالك اتظلم في ماتشات زي جون كابتن حسن شحاته في اكرام ده جميل بقى ان احنا بنتكلم في الجون ده بقى لنا 30 سنه لا واقول لحضرتك انا مش بقول انا اهلاوي في الاخر بس انا اقصد انا بقول الحق في هنا ظلم في هنا بيحصل ظلم كره انرامو اللي بايده اصلا في الترجي ده ايه طيب انت ضيع عليك بطوله افريقيا حكم لكن هي الفكره في ايه انت النهارده كام دوري انت بيقاس قوتك كفريق كوره مش بافريقيا ولا بالكاس دوري. ولا دوري ده الاحتكاك الحقيقي ان كل فرقه بتلعب الثانيه مرتين انت كام دوري 39 وهتاخد ان شاء الله السنه دي ال40
طيب هل 39 دوري يعني فرق بينك وبين نادي الزمالك 27 دوري تقريبا 39 12 وكان نادي الاسماعيلي 3 وبعد كده في دوري 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 دوري. طيب هل احنا في 5 دوري اخذناهم بحكام؟ طب الباقي يا جماعه ايه؟ ما هو برضو انا مش بقلل نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير. لا الباقي بقى مش احنا طيب ده. وبعدين انت ايه اللي يغيظك ان تلاقي حد من الاجيال اللي عندهم 16 و17 سنه؟ أيوة. طب انت شفت الظلم ده فين؟ يعني لما كابتن حسن شحاته يقول على الجون ده انا موافق وكلنا موافقين، لو عيدنا الجون هو مش اوفسايد. اللي عنده 16 و17 سنه ده شفت الظلم فين في الدوري؟ ماتش مقصه. طب ما انا عندي بنالتيات ما اتحسبتش، بس انا مش هقعد ورا كل كوره دي الفكره ارغي فيها. انا مش بتكلم على نادي الزمالك والله لا خالص، انا بتكلم على المبدا، انا بتكلم على المبدا. الحقيقه تضيع منك وده بيعمل اصلا بيخلق. على فكره انا احب جدا ان حد يحب فرقته نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي واحترمه جدا شيء طبيعي انه نادي يشجع ناديه. ركز مع فرقتك وركز ان هي دي، عارف ان دي اهم نقطه. بالظبط احيانا مش مركزين مع فرقهم، مركزين مع فرق ثانيه. ركز مع فرقتك لان ما تعلقش. لا شوف انت ازاي تبقى احسن. شوف طب الزمالك من 4 سنين دوري وكاس ما اتكلمناش، كان الحكام مش موجودين. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. لا 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 والله مفيش حاجه اسمها كده. انا بقول لك ايه اللي هيتقال ده. اللي انا عايز اقوله فكره كمان ان تحميل الحكام نتائج المباريات لانديه كتيره، انت عايز تقول للاعيبتك ايه؟ تقول لهم انتوا مش مسؤولين عن المباريات؟ ايوه صح. انت عايز تبلغ لعيبتك تبرأهم المسؤوليه، انتوا ما تلعبوش يا جماعه طالما الحكام من فضلكم ما تلعبوش. يعني انا اقعد ادفع ملايين اشتري لعيبه واشتري الكلام ده، بس انتوا هتتظلموا مش هتكسبوا. وقال لهم باسم مرسي في ماتش 3-1 ما هو سعد سمير وشه كله دم والكره تستدعي طرد. ده طرد ايه؟ دلوقتي من اول 200 دلوقتي سعيد يستحق. بس دلوقتي بيتقال ايه؟ مين بطل الكاس في النسخه دي؟ نادي الزمالك. محدش بيتكلم خلاص. نادي الزمالك خد الكاس ب 3-1 وجونين لباسم كان المفروض يطرد. ما بنتكلمش ولا والصح ان انت ما تتكلمش خلاص. خلاص عادي حصل. انا بس بسرعه في دقيقه، انتوا مع فقره التحليل اللي بتتعمل للحكام بعض المباريات وشوفوا والخيال والظن، يعني هل ده صح ولا غلط؟ انا شايفه غلط. غلط صح ولا غلط؟ غلط غلط. ننقل بقى على حاجه من تداعيات مباريات فرفشه بقى، من تداعيات مباراه القمه بالاهلي والزمالك. انا اصبحت مدمن اتفرج على الاعلام الكبير اللي ملوش نظير عمرو اديب. كلنا يعني انا قلبي كان حرقان من كتر الراجل ده ما بيصدر لك حاله ابداعيه كوميديا من الفرس. انت لما تشوف والله العظيم خلي بالك، انا كنت عايز هشام جمال يكون موجود معانا عشان يقول له ازاي الكاركتر ده ما ياخدش اوسكار. ده شوفوا في لقطات بانتومايم هيعملها دلوقتي والله ما في ممثل يعملها. ايوه جامد جدا. إيه وبعدين انت ايه، انت اصلا كانك ستاند اب كوميدي. هنشوف اول هنشوف اثنين او ثلاثه فيديو هنعلق عليهم من منظور مختلف. سيبك بقى من احتفائنا بالفوز قد ما نشوف ازاي الانسان يستطيع ان يحول مشكلته الى شيء ساركازم خالص يمكن ان يسخر منه ويعدي. استاذ عمرو اديب، ما هذا؟ وكل مره يقول لك ايه اصل عمرو اوفر، عمرو غاوي احباط. وبعدين في ناس تانية اللي هي بتبعت لي حاجه لطيفه جدا يقول لي ايه ما تغير بقى. غير ايه؟ دي لعنه، دي لعنه. هي امي دعت عليا، هي لعنه. روح يا ابني وتفضل زملكاوي، لعنه. مرض شيء بيفضل يعني انا في اشياء كثيره استطعت ان انا اتغلب عليها في حياتي. كنت تخين، خسيت، كنت مش عارف ايه، اتعلمت، كنت ما بعرفش اعمل كذا، عملت الا موضوع الزمالك ده. وكل مره يا ساده اتضايق نفس الضيق واتاثر نفس التاثر، ويقعد الناس كلها تتفرج عليا. هل ممكن فرقه في الدنيا تكون عندها الحظ المهبب ده؟ يكون عندها يا راجل ده البينالتي جت، ما انت منزل اتنين لعيبه بقالهم سنه ما لعبوش يا كابتن يا ابو الجلاجل. انما الاهلي عارفين الازهر وعبد الله سعيد ومش وربيعه واحمد فتحي وحسام البدري هو المدرب ومحمود الخطيب هو في ايه؟ الجديد بقى قال لك لا 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 احنا مش هنغير المدرب المره دي. امال ايه؟ احنا نغير اللعيبه. انا عندي اقتراح مهم جدا هيريحنا انا شخصيا.
لا تغيروا المدرب ولا تغيروا اللعيبه، غيرونا احنا، غيروا الجمهور، غيروا جمهور الزمالك، هو لازم يتغير فيستريح وترتاح وما يبقاش في حد متضايق وما يبقاش في حد زعلان. 19 مدرب في 3 سنين، يوم او يوم لا. طب جلال ده هيمشي بكره ولا بعده ولا في الويك اند؟ طبعا انا الدنيا هتتقلب عليا النهارده وهيتقال ده مش عارف ايه وهو اصله اخوانجي وكل ده علشان بس الواحد بيستجري ان هو يقول ان اللي بيتعمل في الزمالك ده حرام، عشان بيستجري. ما هو ممنوع. انت برضه في مصر ايه، برضه من ضمن الظواهر المصريه الغريبه ان انت لازم تتغلب في الزمالك ما تفتحش بقك، قول اي، مفيش اي، غلبنا معلش. طب ما تتكلم، لا مش هتكلم يعني خلاص وماله، مفيش مشكله. لا تعبنا بقى يا جماعه، في ايه، في ايه حقيقي بجد مش فاهم. يعني النادي متبهدل، اكيد في سبب، اكيد في حاجه غلط، اكيد يعني تغير ده برضو بقى، تجيب مش عارف ايه بقى، تعمل بتاع. طب ايه السبب؟ انا بصراحه ما بقيتش عارف ايه السبب، مش فاهم بالظبط ايه السبب. شوف لعيبه الاهلي، هذا الديسبلين يعني الانضباط، لعيبه حسام بدري لا يبتسم ولا يتحرك ولا، وقال لك مش هجيبهم، لا حسام بدري مش كويس، لا عايزين نجيب مدرب اجنبي. حسام بدري ومش كويس، ده اول الدوري النهارده خلاص. يعني يمرض الاهلي ولا يموت، يتخانقوا يبقى عندهم مشاكل انتخابات وبتاع، ولكن فريق، ناس، استقرار، استمرار. بصراحة على رأي إخواننا الإسكندرانية أنا زهقت، مش زهقت، لا بفتح الهاء، زهقت، لأنه فعلا شيء يعني هذا الأمر لا يمنعني طبعا أنه كالعادة أتوجه بالتهنئة الشديدة للنادي الأهلي على أدائه وعلى شغله وعلى استقرارهم واستمرارهم وكابتن محمود الخطيب. أما نحن فيجي يقول لك ايه، لو سمحت خلاص، ما تكلم يا زملكاوي، يقول لك لا لا ارجوك خلاص مفيش حاجه، حصل حاجه عادي جدا، الراجل ضيع البينالتي، ايه يعني ما لعبش بقاله سنه، ايه المشكله يعني؟ طيب اللي عمله الاستاذ عمرو اديب دلوقتي، وهناخد تعليق سريع لان هنشوف فقره بانتومايم برضه. هو بصراحه قلبي وجعني على عمرو. يعني انا الراجل بيتكلم، يعني انا الواحد بفكر بعد، يعني اذا لو ابعت له بالكوارد، يعني اذا هتكون المباراه لا ده دلوقتي هيقول لك مجدي عبد الغني عامل فيه ايه، انت هتبعت له؟ لا ما هو داخل عليه، ما هو انا قريت التعليق، لكن صعب عليا بجد، لانه اولا بيتكلم بحرقه حقيقيه ومن قلبه، تلقائيه مدهشه بتلقائيه وبساطه. وهو طبعا هو استاذ في الحكايه دي. فبقول له يا عمرو قلبي معاك، والله قلبي معاك، يعني عشان كده ساعات ازعل من الناس لما يكسب مره ويوم ايه يعلم على الاهلي بقى ويبقى منتشر كده، الناس بتزعل، انتوا ما بتشوفوش بيعمل ايه وهو خسران. يعني هو الراجل ده دي طبيعه، صح. هو عنده قدر من تحويل الامور الى سخريه، حتى جداً لو سخريه جاده، يعني صعبه جدا. انت شفتها ازاي؟ اصل انت تبقى قاعد لوحدك اصلا، مفيش حد بيفرش لك كلام ولا وتقدر تضحك الناس وطبيعيه، وانت مش وشك جد جدا تضحك الناس على مشكلتك. ايوه ده، لا 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 هو قوي ومتمكن من اداء. لا بس كمان يعني صادق، مش الهزيمه على فكره اللي مضايقاه، بس الوضع هو اللي مضايق، الوضع ككل هو اللي مضايق. هو ابتدى يقول لك الاهلاويه مش عاجبهم حسام البدري، شوف الحاجه اللي طنت. ما علينا، احنا هنشوف دلوقتي فقره بانتومايم عشان تقول لنا راي حضراتكم ايه، هل الاستاذ عمرو اديب ياخد الاوسكار في اللقطه دي ولا لا؟ اتفرجوا.
طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجة تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك، لا ما حد، لا مفيش مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم المنطق في الموضوع ايه؟ اوعى تتكلم، لانك لو اتكلمت اللي هيتعمل فيك غير طبيعي. الزمالك يتغلب عادي جدا، تطلع تقول 3-0 اتغلبنا ليه؟ هنعمل ايه بعد كده؟ هي الحياه اللي عامله كده؟ بانتومايم. انما اوعى تفتح بقى، لان لو فتحت بقى انت عارف. طب بالله عليكم ده لو راح اختبار قدام اعظم مخرج في العالم وقول له عبرني عن الثلاث اربع حالات دول بالطريقه دي، شفت انت بالذات صعبه جدا والله، صعبه جدا. وطبعا انا وانا كذواق نبيل بيكا راجل طبعا اكثر مني تذوقا في الامور، معلم كبير. لا ده معلم، انت شفت حاجه كده؟ لا لا والله معلم كبير. ازاي تعبيره عن اربع انفعالات مختلفه باربع تعبيرات مختلفه شفتها ازاي؟ يعني هو عامل حاجه يعني يعني فيها قدره فائقه، مش كده؟ فائقه. انا يعني انا لو مخرج هظبطه بكره الصبح. اه والله اقسم لك هظبطه بكره الصبح. ما شفتش كده. ده عايز اقول لك حاجه، ده لو طلع على المسرح، على المسرح من السينما، عمرو لو طلع على المسرح، على المسرح يبقى سوبر ستار. انا ما بيش شايف مش بهزر، انا بتكلم جد. ده يعني لو طلع على المسرح يبقى سوبر ستار. اولا قدرته على توصيل التعبيرات للناس ببساطه مدهشه كمان. يعني هو قدره على انه يعبر عن وجعه بهذه الطريقه الصامته ومدهشة وبسيطة. بضحك وسقف طبعا وانا بتفرج. ايه ده؟ قوي جدا. ده قدرة كاملة. ده انا بقى زعلان ان انا كاتب مش مخرج مسرحي. انا كنت جاي معايا منتج اساله في الحتة دي والله. لا لا ده بكره الصبح اتعاقد معايا. هشام جمال. هشام جمال. طيب عندنا حاجة لسه جديدة يا شوارب. اللقطة بقى واللي عمله مع مجدي عبد الغني اتفرج. انا كان عاوز يختصب لي. بعدين إيه، انتوا مش واخدين بالكم من حاجه كمان مهمه؟ دي اخر حاجه هتكلم فيها في الموضوع ده، يعني عشان بس ما حدش يعني وهتسمعوا عن الموضوع ده كتير الليله دي طبعا. اللي بيجرى ايه؟ انه انتوا مش واخدين بالكم، بتطلع اجيال، فالولد من دول طفل مثلا، انا في طفل اعرفه مثلا، اعرفه كويس يعني، الطفل ده طلع لا الاهلي قاعد بيكسب فقرر يبقى اهلاوي. يعني ما هو الطفل يعني على الابطال، يعني ايه اللي هيخليه يروح يشجع الزمالك؟ فاللي بيحصل تناقص في الاجيال بتاعت نادي الزمالك. لانه كل ما يعني انا مثلا انا بقيت زملكاوي ليه؟ لاني طلعت كان بقى في ايه؟ حسن شحاته وفاروق جعفر لا شفت فاروق جعفر لما راح رازع الكوره في مروان والاستاد راح واقع وفاروق جعفر كان عنده 16 سنه. يا ساده أنا قاعد آمن في مكتبي، دخل عليا مجدي عبد الغني. عمورة! طب إيه؟ إيه اللي وز؟ ده أنت عضو اتحاد كورة. في إيه؟ عمورة! طب أنا ناقص؟ جبت جون في كأس العالم وخلصنا، كمان عمورة في إيه؟ ما هو إيه إيه يا كابتن؟ قال لك ده لسه كمان كنا مغلوبين 3-0، تقول لسه كمان ايه؟ قال لي لا انت هتشوف والضحكه الشيطانيه ايه؟ وانا تعمل فيها كده ليه؟ انا انسان يعني محب للحياه، انسان يعني في اخر حياتي معدي ال50 مركب دعامه خلاص خلاص، يعني مش ناقص كمان مجدي عبد الغني يبقى بيشتغل معايا في نفس المحطه ويخش عليا المجد يقتحم، ده تحرش. كل سنه وانتم طيبين لجمهور الاهلي والنادي الاهلي، اما احنا فلينا الصبر والسلوان
وعلى فكرة فعلا حسام البدري لازم يتغير حقيقي بجد صحيح مش كويس أوي ثلاثة لا مش هو مش ده مستوى لا 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 بصراحة انت عارف القفلة الأخرانية دي بتلخص حاجات مهمة جدا كيف أن جمهور الأهلي بعضه غير راضي عن حالة النادي الأهلي وتصرفات المدرب اللي ما زال يحقق نتائج إيجابية أنا شايف أن دي نوع من الرفاهية لما يقارنوا بقى مدرك دهشة الأستاذ عمرو أديب مؤكد أن حسام البدري مدرب كبير مؤكد يعني واحد ممكن يقول لها عشرات الأسباب العلمية والمنطقية والكروية يعني بيتحرك إزاي في الملعب بيعمل تغييراته إزاي التكتيك بيتغير إزاي إزاي بيفكر في الاختراقات وفي صناعة المساحات لأن المهارات اللعيبة لوحدها مش كفاية لأن الرياضة على عموم كرة القدم هي علم فيها جزء علمي لازم جانب الجزء الفني اللي هو اللاعب يجيب بمهارة فردية إجوان لكن هي علم لأن هي كلها قايمة على فكرة إزاي تصنع مساحة في مناطق شديدة الحساسية عند الخصم يتاح لك منها فرصة التسجيل أنا لو اتفرجت على لعيبة الأهلي تقييمي يعني هتفرج على لعيبة الأهلي في المباراة كم مرة يصلون إلى مرمى الخصم في كل المباريات حتى أنا بتكلم على كل المباريات بشكل عموم كم مرة يصل إلى المرمى المنافس بخطورة وبالتالي أقدر أقيس أقول المدرب ده عشان كده لما جم يتكلموا على ان الزمالك كان كويس في ماتش قالوا الزمالك قال لهم باماره ايه؟ هاتوا لي اماره واحده. انا عايز اماره واحده. انه كان شكله مختلف وشكله جديد وشكله سعيد. ده ما فيش قدره على الاختراق نهائي. يعني ما فيش ما عرفوش يصنعوا اي مساحه في خط دفاع الاهلي طوال 90 دقيقه. وعلى فكره كان ممكن ضربه الجزاء ما تجيش يعني لو انا لولا ان كان حد الدفاع من مؤمن مش زكري. انتقاص من حق نادي الزمالك هو احنا يعني احنا كنادي اهلي نادي لا كبير لا احنا بنتكلم على الكوره يعني انت الزمالك لا فرقه كبيره طبعا لا اصلا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني احنا يعني انا مثلا ماتش 6-1 انا كنت في الاستاد 6-1 كنت في الاستاد وده يمكن احلى ماتش حضرته في حياتي في الاستاد لان احنا كنا رايحين كمان باشمهندس عدلي رايحين نخسر مسلمين انت رايح اصلا انت مش لاقي لعيب تنادي عليه انت عندك بينادوا حسام اكيا حازم اكيا ابراهيم اكيا جمال حمزه انت عندك كان ابراهيم سعيد اللي بيجي لنا بس لما النادي وما كانش الفرقه يعني كان لسه حتى رضا شحاته والناس مش نجوم يعني كانت لسه يعني بعد خالد كده بس خالد برضو كان لسه مش لسة. خالد يعني ده كان لسه بدايه انت هو ده اللي عامل انت علاقته بالجماهير حتى ساعه ماتش الستة انت كنت خارج 6-1 ده يعني 6-1 مش هتكلم عليها اكتر من كده ساعتها انت فرحان جدا ماتش 3-0 الاخراني لا انت عايز نادي الزمالك يقوم يعني انت كاهلاوي مش زي ايام ماتش الستة لا انت عمال تدوس وكسبناكوا 6 وعملنا ومش عارف ايه وايه لان احنا كنا في الموقف المعكوس بالظبط انت المره دي عايز نادي الزمالك يقوم بجد احنا مش بنتكلم احنا بنتكلم كاهلاويه والله بتكلم كلامك بجد لان الموضوع لا انا جمهور الزمالك زاد عن حده لا جمهور الزمالك صبر عليا طبعا لا كده كتير بتشوفها كده كتير كده كتير كده 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 زادت والله ما بقول كده عشان انا اكتر من كده احنا عايزين يقوم بس احنا نفضل نكسب طبعا طبعا لا طبعا انت عايز ناديك طبعا انت عايز ناديك طبعا اقوى و ده ماتش الستة جاب لك اهو جول رضا شحاته طبعا انا كنت ببص على الشاشه كل شويه بتاعت الاستاد اللوحه بتاعت الاستاد بحكك على الماتش ده ما كنتش مصدق انا كنت بحلل في دريم ايه دريم سبورت وكانت هاله سرحانه موجوده فيوميها هي في الاستوديو هاله سرحانه ما بتبصش في الساعه فاحنا المفروض دي هتخلص الساعه كذا واحنا نخش بقى نحلل صح وانا شايل هم اليوم انا هحلل ايه والزمالك رايحين خسرانين الماتش بيغلبنا كنا يعني كان 4 سنين صعبين سنتين ما بنكسبوش او ثلاثه سنتين من بعد ماتش السوبر بالظبط سنتين بالظبط المهم فوجئت ان هاله ممتده مش عايزه تخرج من الاستوديو كلمت ايهاب صالح فكلم الدكتور احمد بهجت قال لا قولوا لها ده في استوديو بعد هي يعني قالت لا فلغينا الاستوديو فانا قدري قال لي تعالى نتفرج في الكافيتيريا انا بقى ايه نص زعلان ونص فرحان ان انا خرجت من مأزق الهواء
وما اشوفش المشكله بتاعت الاهلي اللي هتحصل لو حصل. لقيت جول رضا شحاته في الثالث، لا في الثاني ما صدقتش نفسي. العيش هدى قمت اصلي، قلت اهرب بقى شويه وقت، وانا راجع سمعت الهوسه جون الثالث، رحت ناطط في تاكسي قلت اروح يكون الماتش خلص. والله وانا في البيت 5-1 5-1 يا نهار ابيض، محدش مصدق. ايه ده؟ محدش مصدق. بفتح البيت 6-1 ده ماتش من الماتشات، وده صفر في انفراده كمان لخالد، الحكم صفر يعني في انفراده لخالد. فانا ما شفتش غير نص ساعه من الماتش ده، بس ساعتها انت مبسوط جدا ودايس مبسوط. دلوقتي مش نفس الانبساط، تصدق بقى؟ لا خلاص، او من باب ان انت برضو ما بقتش في مأزق ان انت صح. انا عايز بس اوضح حاجه يا استاذ عدلي. فاروق، الكوره لا تقاس بمهارات اللعيبه الفرديه. ديسيبلين اوف بلاير في الملعب مؤكد. صح مؤكد. وده يعني الفرق بين الاداء يعني الجميل والاداء الصحيح. يعني في حاجتين، سيستم اوف بلاينج، ديسيبلين اوف بلايرز. دي كره تخسر، دي كره القدم. الزمالك على فكره طول عمره عنده لعيبه مهاريين فرديه عاليه جدا جدا، ده حقيقي. لكن الزمالك يعاني من فتره، من فترات طويله جدا، فترات طويله جدا من حاجتين اساسيتين، اما بيحلهم بيكسب. يعني السنوات اللي الزمالك خد فيها البطوله، في البطولات، لما بقى عنده انضباط لاعبين في الملعب عالي جدا، لان لعيبه الاهلي والزمالك قريبين، لعيبه مصر قريبين من بعض، يعني واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير يعملوا فرق، قريبين من بعض. صح. يعني في المستوى الفردي قريبين من بعض، لكن لعيبه الاهلي اكثر انضباطا والتزاما في الملعب. هو ماتش بكره ده يا نادي كبير، وبرده فرصه نتكلم كلمتين عنه بسرعه. هو احنا ايه اللي قلقنا في ماتش بكره؟ عدد النجوم المهاريين اللي في المباراه، ولا الانضباط التكتيكي اللي بيلعب اللي فرضه حسام، ده كلام ده الكلام الصحيح بقى في الكلام. هو ده اللي بحسسك انك هتلاعب فريق عنده انضباط تكتيكي، وفرقه اللي عندها انضباط ورغبه طبعا، اللي عندها انضباط ومهما يفضوه. يعني انت ماشي من عنده السنه دي الشامي وعبد الله جمعه وكابوريا، وبرضه واقف على رجله، واقف لانه عنده ده حقيقي، ما عندوش افراد. ده حقيقي، ده حقيقي. وهو دعم نفسه في فتره الشتاء الحقيقه. عنده ولد خده من النصر، اعتقد ان هي دي المفاجاه اللي مجهزه بكره. وهو سريع، يكاد يكون اسرع لعيب، اسلام عيسى يكاد يكون اسرع لعيب في مصر، اسرع يعني من وليد كمان نظره. اسرع من نظره؟ لا ما اعتقدش. لا لا لا، سريع جدا رغم انه قصير. ده انا بكلم عمرو عبد الحق فيه، قال لي ده احنا بعناه. بعته امتى؟ قال لي دفعوا لنا 10 مليون جنيه. يا نهارك ابيض، المصري دفع لك 10 مليون جنيه في الولد. هما بينقوا صح، يعني كانك نازل تعمل شوبينج بتشتري حاجه على قد اللي انت عايزه. ده حقيقي، فكره ان الاسعار بقت مالهاش منطق. لا هو لعيب دولي صح، وله حد سامع عنه. لا بس حسام، حسام عينه كويسه جدا جدا. حسام حسن عينه كويسه، ويكمل له حاجه. يعني هو عبد الله احمد جمعه، الاثنين في منتهى السرعه والاندفاع القوي. يعني لازم، بس انا في نقطه عدناها، النقطه بتاعت كابتن حسام بدري. طبعا ما حدش هيقدر يعارض في موضوع كابتن حسام بدري ان هو مدرب كويس جدا وعلى مستوى عالي جدا. اللي بينقص جماهير الاهلي مش عند كابتن حسام بدري، حاجه من 2012 يا جماعه. احنا عمالين نقول احنا خدنا دوري وكاس، وان شاء الله ناخد سوبر بكره، وان شاء الله دوري افريقيا. احنا بنهزر يا جماعه، افريقيا احنا من 2012 اللي هي فيها التصنيف الدولي، اللي هو انت اصلا النادي الاهلي نادي القرن اللي واخد افريقيا كام مره بقالك 6 سنين، ما بتاخدش افريقيا. لا في مشكله عندك، 6 سنين يبقى انت عندك مشكله. الطبيعي ان انت بتاخد 3 دوري من 4 او تاخد 4 من 4، دي نسبتك. انما افريقيا انك تقعد 6 سنين، ده اللي جمهور الاهلي الناس بتسميه رفاهيه ومش رفاهيه، ده واجب على النادي الاهلي. يعني خدت مره الكونفدراليه لا ساكن. انا بكلمك بقى بصراحه، مع احترام، انا عارف احنا كجمهور اهلي لا احنا عايزين افريقيا، عايزين نوصل كاس العالم طبعا. للانديه والمفارقه العجيبه، كل ما تيجي في 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 في, في الخليج ما نروحش، لان تبقى قريبه وجماهيرك هيبقوا وراك وهيبقى لها طعم مختلف. ده حقيقي. وترجع اليابان، نروح بقى نصحى لهم الساعه 10 الصبح نتفرج على ماتشات، نقلب الليل نهار. صح. طيب احنا يعني كده اعتقد ان احنا هنطلع فاصل يا شوارب. ده عندنا حاجه مهمه بقى. ممكن بس كتير عايز حاجه بسيطه قوي. بالنسبه للجمهور الاهلي، احيانا المدرب اللي هو فكره الكيمياء بين الجمهور وبعض الجمهور والمدرب، هي دي اللي موجوده، مش كفاءه حسام البدري. صح.
مش كفاءة حسام البدري، لا حسام البدري كفء، لكن هو في جزء من الجمهور الكيمياء بتاعته مش راكبه مع حسام، مش لا البادي لانجوج طبعا بغض النظر عن وهو بيقيموه على ده مش على حاجه ثانيه. برضه بقى اصبح في جزء جمهور لعيبه برضه بيحب اللعيبه عايز يشوفه، لكن احنا معانا افتقدنا ضيف النهارده لظروف وعكه صحيه. الضيف ده ان نلقاه عبر الاثير. ليه انا كنت مختاره احمد؟ انت عارفه ده هشام حبيبي، يعني ما عارفه ايه. هشام جمال شاب عنده 24 سنه 24 سنه، منتج، ملحن، مطرب، مطرب، مؤلف، موزع، كل حاجه. الراجل ده قابلته وهو عنده 19 سنه مع بنتي بيعملوا عمل فني كده، فقال لي او كان بيحكي قدامنا طموحي ان انا يبقى عندي طيارتي الخاص، فاقل من اربع سنين هو ما جابهاش بس يقدر يشتريها بكره الصبح. ده حقيقي. واحد من اهم المنتجين لفه لا لاند نيلي وشريهان و و و انت عارف. لا طبعا واخد بالك، انت عارف، لان لا انا هشام يعني هشام كمان من الاول اتقابلنا لا هشام ذكي جدا وموهوب بشكل مرعب، وعلى السن ده يعني انا مش بقلل طبعا، ده هشام منتج كبير جدا في السوق دلوقتي. معركه الانتاج دي عايزه تايكونات يا ده تايكون خمسينات واربعينات وخمسينات، ده الاربعينات ده بدون عايز صغير. ازاي ان الاجيال الجديده اما تبقى فيها حته وفيها تفكير هو موهبه حقيقيه وموهبه حقيقيه سامع يعني الكلام ينجح. سامع انا بحب اقدمه كانه كان موجودا الكلام اللي كنت هقدمه. انا كان نفسي موجود والله اصلا. هو كان كلمني وانا على الهوا فاتصلت بيه في الفاصل قال لي يا كابتن عدلي انا نفسي اجي مش قادر انزل من البيت. عيان فعلا. هشام صديقي وابني وحبايبك هنا نبيل بيه عمر الصحفي الكبير، طبعا استاذ احمد فهمي حبيبك، واتكلم انت بقى. مساء الخير يا كابتن، والله انا مش عارف اقول لك ايه والله العظيم على الكلام الفظيع ده. مساء الخير على احمد اديب وعلى حبيبي يا اتش وعلى الاستاذ نبيل، وانا متشكر قوي قوي يا كابتن، مش علشان بتقول عليا كده دلوقتي بس عشان انا طول ما انا ماشي كل ما اشوف حد يقول لي كابتن عادل بيقول عليك كذا 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 كذا. انت ظاهره ده حقيقي، اصل الظاهره اللي فيك انا قعدت جنبك واحنا بنعمل الفيلم ايام الانتخابات للكابتن محمود وبنمنتج وبنسجل جزء من تاريخ الاهلي اللي انت هتفاجئ بيه الناس باذن الله. انا قعدت جنبك شفتك ازاي بتقيم شخصيه كل واحد بتتعامل معاه بعد خمس دقايق وربع ساعه. تيجي تقول لي ده هيعمل كذا كذا كذا، مش سهل هشام خالص، مش سهل هو. واحنا بنحط الليسته قال لي ده هيعمل كذا 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 وده هيعمل كذا 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 كذا. ربنا يخليك يا كابتن والله. يعني تقول لي بقى انا 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 والله العظيم بجد بقول لك شكرا على الكلام ده وعلى الكلام اللي قبله وعلى الكلام اللي حضرتك قلته قبل كده ويوم الانتخابات وكل كل اللي حضرتك بتعمله. لان لما حد زي حضرتك يقول قامت حضرتك وخبره حضرتك في الحياه وكل المجالات اللي حضرتك اشتغلت فيها رياضيا واعلاميا وتسويقيا وكل الحاجات اللي حضرتك اشتغلت فيها يقول لي الكلام ده او يقول عني الكلام ده فوالله انا فعلا مبسوط بحضرتك. طب انا هقول لك حاجه بقى، هقول لك صادقا، لو كنت شفتك من زمان كانت حياتي اتغيرت. ازاي بقى؟ مش حبا، لكن لما كنت لو انا في سنك وعصرتك كنت هغير منك وحاول نفسك. انا ما فكرتش اعمل اللي انت بتعمله ده خالص، انا حبيت الاهلي وفضلت. وهو كمان الفكره ان هشام بيعمل كذا حاجه. لا بس استنى، انا ده صعب جدا، ده من حظي. بس هو مكرس مكرر يعني ديفوتد هيم سيلف تو هيز ورك، ده مهم جدا. لا يعني بص يا هشام، يجمعنا كلنا هذا الثلاثي وحضرتك الحب الجم للنادي الاهلي طبعا والحب الايجابي اللي فيه تفكير كيف نخدم النادي الاهلي. يعني احنا قاعدين افكار غزيره تنطلق من استاذ نبيل عمر الكاتب العظيم وصديقك وصديقي احمد فهمي، وانت ايام الانتخابات كان كل همك كيف نقدم الكابتن محمود الخطيب كما ينبغي. ايوه هو كان سايب الشغل فعلا، يعني كان في حاجات بنتكلم شهر. ده حقيقي، اللي الساعة عنده بكذا. ايوه ده حقيقي، بالصبح بالليل قاعد بيخدم، وحاجات كانت مهمة جدا. هشام مختفي، وبعدين انا بقول يعني الكلام ده يمكن مرة أول مرة أقوله، صعب جدا في شغلانتنا دي إن أنت تركز في كل الحاجات دي مع بعض وتنجح في كل الحاجات مع بعض.
يعني مش عايزين نحسده، بس يعني بس هشام في الاخر شخص ذكي جدا وموهوب جدا، والله مش بقول كده عشان عليه. يعني لا 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 اشتهك على مين ده؟ لا 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 يعني ده مجال اللي ياخد فيه حقه فيه صح ولا غلط. يبقى ابضاي صعب، هذا الابضاي لما تشوفه طول كده يعني طول ايه او اطول موهبته هي اللي فرض ده ذكائه ما يسيبش موهبه وذكاء، لان انا محتاجك طول الوقت طول ما انا محتاجك. قول لي يا هشام عشان احنا جايبينك انت اللي تتكلم الصراحه. انا طبعا يعني احب اقعد اسمع الكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه ده، بس يعني تمام لو عايز اتكلم اتفضل اتكلم بقى. قول لنا بعد الكواليس كده عن الفتره اللي فاتت. انا قبل ما اسالك السؤال اللي انا مجهزه ليك. تمام. انا طبعا زي ما حضرتك بتقول، زي ما احمد بيقول، انا فعلا ما كانش بقى لنا شهر، احنا كان بقى لنا فعلا شهر 8 في الثانيه. يعني انا اول قعده على الساعه كابتن الخطيب كانت في شهر 8، قعدنا نبدا نبلان لكل حاجه هنعمل ايه، وبعدين نفكر مع بعض وكذا كذا كذا، لحد لما فعلا الوقت الاخراني ده انا فعلا ما كنتش عارف. ما هو انا ما حضرتش غير الشهر الاخراني بقى. لا الثاني حضرتك كنت موجود من بدري خالص، بس صورة بس احنا فعلا الشويه الاخرانيين اللي كان فيهم الشغل بقى اللي هو يلا نشتغل على الكامبين هم دول اللي فعلا انا ما بقتش عارف اعمل حاجه ثاني في حياتي. وبدا الموضوع يبان ان هو محتاج تركيز، لان في حاجات كتير لقيناها بتحصل في الطريق غير الطبيعي. بس في كام شهاده انا عايز اقولهم بالحق، عشان دي حاجه انا حضرتها وانا اتعلمت وانا ماشي في الطريق. انا اكثر الحاجات اللي استفدتها في الانتخابات دي ان انا عرفت يعني ايه لعبه الهجوم، يعني ايه ان انت تبقى فاكر نفسك بقيت شاطر وبقيت كبير وبقيت بتعمل حاجات، وتيجي تكتشف عالم تاني خالص اللي هو عالم ناس بتشتغل بشرف زي كابتن محمود الخطيب وكل الناس اللي هو خلاهم يشتغلوا بالطريقه دي، والناس اللي كلها بقت بتروح له بالسبب ده، وتشوف انه في ناس تانيه بتشتغل برضه بشرف، وفي ناس بتشتغل باللي يكسبهم وخلاص، او بيلعبوا بالطريقه اللي تكسبهم وخلاص. اقسم بالله اللي حصل من اول يوم انا بدات اشتغل مع الراجل ده على الكامبين، انه لو كان في حد بيفكر يخش يقول اسم حد من الجبهه المضاده بطريقه مش مناسبه، او يتكلم بطريقه مش مناسبه، كابتن محمود الخطيب اللي انت بتشوفه هادي ولطيف ده كان بيتحول في ثانيه يقول لهم انت بتتكلم على كذا، ده في اللحظه دي ده منصب في النادي الاهلي تتكلم عليه كويس. ما شفتش ناس بتخش تقول يا كابتن دول بيعملوا كذا احنا لازم نعمل كذا، يرد يقول لهم انا مش هخش ومش هخلي حد يشدني في الاسلوب ده، احنا نمشي زي ما احنا ماشيين، نمشي مظبوطين نكمل في طريقنا مظبوطين، وما تخلوش حد يشدكم يضيع لكم مجهودكم انكم تبداوا تحاولوا توقعوا تشتغلوا على ان انتم تنجحوا انتم، ما تكونش دعوه بالطريقه دي في التعامل او في اداره الانتخابات. اول حاجه عايز اقولها عن كابتن محمود، انا مش هقعد اقول انا بحبه وانا بعمل وانا كذا وانا كذا، انا كل اللي اقدر اقوله لك ان انا فعلا اتاكدت انه ده راجل محترم ازاي، وراجل يستحق انه فعلا الواحد يتعامل ازاي ويبقى في ظهره، عشان هو ده اللي فعلا النادي محتاجه يبقى موجود النهارده. واتاكدت فعلا انه واتاكدت فعلا من حضرتك اول واحد انه النادي الاهلي اللي انا كنت بقول دايما لكابتن محمود الخطيب كل شويه ايه واحنا شغالين، انه يا كابتن لو 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 الاهلي ده نادي مبادئ وقيم شعارات زي ما بيقولوا يبقى المفروض يحصل كذا كذا كذا، صح؟ فيقول لي طبعا، فلاقي انه ده اللي بيحصل. اقول له لو 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 كابتن عادل بتاعي ده بيحب النادي صح ومش بتاع شعارات وبيقول شعارات، يبقى المفروض ان هو ما يهموش اي حاجه، وهنلاقيك فلاقي حضرتك بتطلع تقول الحق، فبيهمك انه حضرتك في قناه النادي او ان انت موظفين او كذا او كذا او كذا، وطبعا انت اكبر من ده، بس انا قصدي في الاخر انه اتاكدت خلال الوقت انه فكره نادي المبادئ والقيم اللي الناس بتهزر عليها ساعات او بتضايق ناس ساعات من كتر ما هي بتتقال كتير، لا هي مش كلام وهي مش شعارات والله، وفي ناس كتير جدا 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 شغالين بيها، واكيد في ناس بتاخدها وتحاول تتشطق بيها زي ما بيتقال، او يعملوا ان هم ان دي يعني ستاره وهم جواهم حاجه غير. لكن الناس اللي انا كنت شغال معاها والراجل ده اللي اسمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي حاليا، هو اول واكثر واحد شغال بيها. فده اللي انا ما هو الناس اللي في الاهلي جوانيين مش برانيين، يعني ما لا يدعوا
يعني هم بيبقوا عايشين حالة النادي الأهلي اللي ناس كتير مش قادرة تدرك بساطة كلمة قيم ومبادئ وتقاليد الأهلي، هي دي بتلخص كل حاجة. بص أنا عايز أسألك سؤال وهتجاوبني عليه بسرعة، يعني أنت خلال الفترة اللي كرست نفسك وتفرغت الأهلي ما لقيتش النادي الأهلي ده فيه حالات درامية تستحق إنها تعمل إنتاج هايل لبعض رموزه لبعض مواقفه حقبة من تاريخه؟ ما فيش حاجه كده. بص يا كابتن وحضرتك اكيد عندك المعلومه، احنا من اول ما ابتدينا كان 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 في فكره ان احنا عايزين نعمل زي من لفظ حضرتك كتالوج النادي الاهلي لكل الناس بتقول ايه هو ايه هي يعني قيم ومبادئ الاهلي او بيقول لك ايه هو كذا. كان عندنا فكره من الاول خالص انه عايزين نقول بقى كلمه كتالوج الاهلي اللي قالها عبد الفتاح يوم احنا عايزين نحطها في فيلم، فعايزين نعمل فيلم وثائقي بتتكلم في رموز النادي والناس اللي فعلا ما خلفتش القيم والمبادئ وفعلا خدمت النادي وفعلا بتحب النادي ده، نجيبهم يتكلموا عن ليه النادي الاهلي حاجه مميزه وليه النادي الاهلي طول عمره هو رقم واحد وليه النادي الاهلي هو نادي المبادئ والقيم. فاشتغلنا خلال الكامبين اتعملت الحمله بتاعه الانتخابات على ان احنا كمان نصور فيلم كان هينزل كده كده ايا كانت النتيجه، فيلم جواه تاريخ النادي الاهلي من يوم ما اتبنى من 1907 لما كان شكله عامل ازاي وازاي كبر بتعاقب المجالس ووصل للطبقه فيه النهارده الحمد لله. فبنتكلم على تاريخه بلون الفانيلا ليه؟ لونها احمر ليه النس؟ طب تطور اللوجو ايه؟ بكل المواقف اللي حصلت في الفتره دي من 1907 لحد لما صورنا 2017. بعد كده بنتكلم على ايه النادي المبادئ والقيم وبنسال الناس ليه النادي الاهلي مميز وبتعرف تخلص في حاجات انا اتصدمت لما عرفتها زي انه قيم بتتحط فعلا في الولاد، يعني ايه تبقى نمره واحد وازاي لما بتاخد نمره اثنين ما تاخدش مكافاه، لما تاخد نمره واحد يبقى انت كده كسبت، لو خدت نمره اثنين انت كده ما عملتش حاجه في البطوله، يعني ايه رئيس نادي يروح يقعد يتفرج على تمارين الناشئين عشان يديهم حافز انه ده رئيس النادي بيجي لنا يتفرج علينا عشان يعملوا اقسام عندهم مش بس يبقوا بيدوروا على ان هم يكتبوا لا ده يعني ده يعني انا هشوف اليوم ده ولا مش هشوفه؟ هتشوف اليوم ده وبعدين حضرتك اكتر واحد موجود في اليوم ده. لا انا اتمنى والله ان هذا العمل واعمال اخرى في افكار واحمد اهو ايده في ايدنا كمان طبعا ونبيل بيه طبعا بابداعاته يقدر وقراءته للتاريخ نقدر نتعاون نعمل عمل طبعًا. نستغل فيه عبقري ان شاء الله. انا بس بقول لك الحاجه باذن الله ده يعني وعد انه باذن الله هيكون بهذا الوعد نشكرك ومش عايزين نرهقك عارفينك طيب. تعبان كلمه اخيره على كابتن اتفضل يا حبيبي على كابتن عادل والاحمد بس عايز اقول ان احمد سلمى انا في ناس كتير اهلاويه كلمتهم وطلبت منهم ان يكونوا موجودين معانا في الكامبين وكنت موضح انه احنا بنتكلم دايما عن الاهلي اغنيه الحمله كانت اسمها نادي المبادئ ما فيهاش كلمه محمود الخطيب بنتكلم على الاهلي بناء على طلبه وبناء على اقتناع تام من نفس الكلام في الكامبين كنا بنتكلم عن الاهلي ففهم ده انا راجل طبعا احنا اصحاب وباذن الله طبعا بينا شو بس اقسم بالله برضه مش كلام بس الراجل ده انا رفعت عليه التليفون قلت له فهمي انا بصور بكره في الكامبين بتاعه النادي الاهلي عشان الكابتن الخطيب فقال لي انت بتصور الساعه كام وجه قعد وقال لي لو محتاجني اقعد مع حد عشان الناس كانت بتتاخر اقعد مع حد اتكلم معاه لحد ما انت تخلص تصوير جوه انا موجود يعني الراجل بس ايه ده انا بشكرك يا هشام والله انا بشكرك انا اللي بشكرك ان انت هو قعد معايا انا على فكره لا لا والله انا بشكره هو يعني ده هو ان هو يعني انا اقول لك حاجه وده الشيء اللي اتكرر النهارده بس انا بشكر هشام فعلا على الكامبين دي وعلى ان هو إيه؟ يعني الواحد الحمد لله احنا بنعمل افلام وهو راجل مكسر الدنيا بس حاجه للنادي الاهلي دي ان هو يديني فرصه فيها ده انا بشكره جدا والله بيصرف ما بياخدش ايوه ده حقيقي هشام اشكرك وصحتك وسلامتك انا متذكر وانا متاسف والله يا كابتن ان انا والله العظيم كنت عامل الجايات باذن الله الجايات بس فعلا مش قادر اقوم والله من السرير يعني لا سلام انا اسف حتى باين والله لا مش هنتعبك يا هشام متاسف وطبعا بمسي على استاذ نبيل معاكم عشان مساء الفل مفيش وقت مش عايز اطول عليكم اكتر من كده وباذن الله ربنا يكرم ان شاء الله وحياتك يا كابتن عدلي وبجد متشكر جدا جدا على اللي حضرتك بتعمله للنادي اكيد وزي اي حد اهلاوي بيشكر حضرتك وعلى الكلام اللي بتقوله عليا بجد متشكر قوي اشكرك جدا ونشكر النادي الاهلي اللي بيحتوينا جميعا طبعا انا كان نموذج كان
كنت عايز اقدمه كراجل اهلاوي شاب صغير ممكن يكون ملهم او حافز لناس كتير جدا انها تصدق حلمها. طبعا ومش شرط انت, انت لو انت تحلم وتصدق حلمك ده هو هو ده النجاح. هو راجل شغال النجاح حقيقي وده انتماء. راجل ناجح وعنده شغل كتير وما شاء الله الله اكبر كذا مجال مش عايزين نحسده, بس ده يعلمك ان انت لو عندك انتماء لحاجه سيب كل ده وروح وروح بحقيقة. ونطلع فاصل عشان نتكلم ونكمل كلامنا عن ماتش بكره شويه بقى وبعد الكلام الثاني يعني. فاصل. الفقره دي هنتكلم لمده 10 دقائق, هنشوف فيها فيديوهين يعني بيحددوا حاجه معينه, وبعدين هنسيبكم لمده نص ساعه مع زميلي الهايص الاستاذ ابراهيم منيسي اللي برضه عايز يقول لي انا مش رايح اتفسح, انا بشتغل نص ساعه, عامل لقاء مهم جدا مع الشيخ سعفان بن طحنون, سعيد بن طحنون ال نهيان سفير السعاده في العالم. بقول لك هايص استاذ ابراهيم قاعد مع سفير السعاده, بس انا برضو قاعد مع اتنين بيشعوا سعاده معايا, اشكرهم جدا على الحلقه الجميله دي. هنشوف حاجتين. طبعا استاذ مرتضى كان في تداعيات من جانبه عن المباراه وخرج بمجموعه من المواقف وقال كلام لا يخصنا ومش من حقنا نعلق عليه الا في اللي يخصنا. هو بلا مناسبه تم اقحام الاستاذ او الكابتن محمود الخطيب وقال عليه كلام, بدل ما احكيه نسمعه وبعدين نشوف ايه اللي احنا جبنا دي اللقطه دي وهنجيب الرد عليها من مين وليه. نشوف الفيديو ده. والدكه سيبه يتكلم على الخطيب, ده انتوا مقلهينه. خلي الكلمه بصراحه, الدكه يتكلم على الخطيب. ما الخطيب جاي من اول ما جه خسر الماتشين مش عارف تعادل الماتش, مفيش كلب بيهوى وبينطق. انما لا, وانا بقيت خبير. هو طبعا متضايق من ان في يشعر ان هناك تحامل على يعني عليه وعلى نادي الزمالك, لكن مش عايزين نقحم بعضينا في مثل هذه الامور. هو ليه الناس ما بتهاجمش الكابتن الخطيب وبتقلهه؟ ما فيش حاجه اسمها تقلهه. تعال نشوف كيف وصل الامر في هذا الموضوع الى اعلامي زي الاستاذ ابراهيم فايق. اخ مرتضى منصور قال لك ايه؟ انتوا بتقلهوا محمود الخطيب. لا, انت عندك مشكله, انت ما تعرفش ان ده اسمه تقدير واحترام, لانه الخطيب بقيمته بغض النظر عن انه دلوقتي رئيس النادي الاهلي, بقيمته عمر ما لسانه ما شتم حد. اتعرض لنقد ابشع ما يكون, عمره ما اتكلم في حق حد بره في الجلسات في حق حد وحش. لسانه بينقط سكر شهد. شوف بقى بالتعبير البلدي ده لو تعرف توصل له وهو سهل بالنسبه لك. فالقصه باختصار شديد ده اسمه حب وتقدير للكابتن محمود الخطيب, انما ينتقد ويظل ينتقد وبيسمع للنقد. فما تقارنش نفسك بالكابتن محمود الخطيب من فضلك, لانه القصه واضحه وصريحه. ده تقدير مش تقليه. اذا هو في منظور واقعي هو تقدير مش تاهيل, وهو ده المنظور اللي احنا عايزين نوصله. ان احنا ويا ريت يا ريت بقى لا هنا ولا هناك ولا في اي مكان اخر احد ينشغل بالاخر. لازم في مسافات يعني لازم في مسافات يعني لاي احتقان او علشان احنا بنكن كل احترام. والاستاذ مرتضى انا يعني بجد من غير المزايدات اقدر محاولته الصادقه, هو ده اسلوبه, لكن هو صادق اللي عايز يصلح, هو ده اسلوبه اللي عارفه. هيسفر عن ايه؟ عنده ناسه اللي يتكلموا معاه, لكن احنا بالنسبه لنا مصدقين ان هو بيبذل مجهود ومصدقين انه بينفق وده صحيح, هو بيبذل مجهود. لكن احنا مش من حقنا ننتقده ولا نقيمه
ولا نقيمه، لكن بنعلق على اللي يمسنا احنا ويخصنا احنا. ها لما لان احنا وعدنا الناس ان احنا هنحافظ برضو على كيان الاهلي ورموزه ورئيسه عندما يعني كده. هو ما قالش حاجه يعني تجاوزا في حق الكابتن الخطيب، لكن هو كان يقصد الاعلام المتحامل عليه. عايزين ننط على دي علشان عايزين نتكلم بقى كده في 7-8 دقايق على ماتش بكره. رؤيتك هو طبعا ماتش صعب ومش سهل، لان الاهلي لعب مباريات كتيره قوي في الفتره الاخيره، و يعني هنتكلم على 6-7 مباريات في اقل من شهر، وده رقم كبير يعني مش ماتشات كبيره يعني. انت عندك وبعدين خارج من الزمالك لاعب يوم الاثنين، مسافر يوم الثلاث، هيلعب يوم الجمعه، المده قصيره او ضيقه، لكن الاهلي عنده فرصه طبعا عظيمه لان عنده بدائل كتير. يعني الميزه ان الاهلي عنده بدائل كتير وده مهم جدا، لكن الاهلي لازم يعمل حسابه، وخاصه بعد اصابه السد باك رامي ربيعه. صحيح ان سعد راجع، وانا طبعا ده هيحل ازمه من الازمات اللي موجوده، ومع وجود احمد ومعلول هيبقى شيء كويس جدا. هو بس انا بقول لعمرو السوليه شد حيلك شويه، لان مفترض انا احنا كاهلاويه عايزين نشوف منك اكتر من كده. انت لاعب كويس جدا وامكانياتك عاليه جدا، لكن احيانا بنحس انك بتخرج نفسك بره الجيم، احيانا بقى انت بتخرج بره، بتقرر تخرج بره الجيم، يعني مش بتبقى مش مفهومه ليه انك تنتظر منه اكثر مما قدر. مما يعني قدامنا 6 دقايق. انا متفائل جدا بكره، جدا يعني، مع احترامي الكامل للنادي المصري، ويمكن اقوى ماتش لعبناه السنه دي اصلا كان ماتش نهائي كاس بتاع المصري. طبعا يعني ده دراما، ما انا بخاف من الدراما دي. كانوا بطل الكاس لحد خلاص فاضل 7-8 دقايق هم بطل الكاس. بس انا بكره متفائل شويه، وحاسس ان الماتش هيبقى اسهل من ماتش الكاس. تخوفي الوحيد ان في حسام حسن. حسام حسن زي ما حضرتك اتكلمت في اول الحلقه، راجل بيلعب وبيفرض اسلوبه هو اصلا. يعني دي كمان دي حاجه بحبها فيه، او بحبها في فرقه المصري، ان هم ما بيلعبوش على الفرقه اللي قصاده. انا اسلوبي كده ونازل بلعب قصاد الرجاء زي ما بلعب قصاد الاهلي زي ما بلعب قصاد الاسماعيلي. على فكره دي من احد مزايا حسام حسن، ده حقيقي تحفظ وانطلاق رهيب. يعني ولذلك دفع 10 مليون جنيه في لعيب سريع. وحسام حسن كشخصيه يعني انا، وهي السرعه اهم بالنسبه لقدام، اهم مهارات كره القدم. انا كنت في سنه 87 كنت عندي 6 سنين، واول واحد عيطني بس فرحا يعني كان حسام حسن. ماتش الاهلي والزمالك موسم 87 لما ايمن يونس جاب وحسام حسن جاب في الدقيقه 89. فدي شخصيه حسام حسن بالنسبه لي وانا صغير، فدايما لما بقابله في اي حاجه بتبقى شايل هم دي، شايل هم جواه هو بينقلها. ده حقيقي، ونادي المصري فعلا فرقه محترمه بنجاح. بس انا متفائل يعني ان شاء الله. طيب هنشوف بقى مجموعه من العناوين السريعه. السيد معوض بيراها مباراه صعبه، واحنا كلنا متفقين طبعا انها مباراه صعبه بقدر التفاؤل، الا انها مباراه صعبه تحتمل اي شيء. طبعا مؤمن زكريا بقى ده اللي عايز اتوقف عنده، يتمنى ختامها سوبر ان شاء الله، وبيقول عايز اودع الناس احسن وداع وبدلهم هديه، وهم بيدوني حافز وهديه اواجه المرحله الجايه بيها. انت شايف طبعًا. مؤمن زكريا هو لاعب مهم، لانه يعني هو اكتر هاف جناح من الاجنحه في مصر بياخد اماكن شديده الخطوره داخل منطقه ال 18. انت فجاه كده بتلاقي مؤمن زكريا قدام الجون وفي موقف خلقه لنفسه واتحرك فيه. طبعا في تعليمات مدرب وكل حاجه، لكن هو عنده مهاره الحركه في المكان الفاضي، عنده اكتشاف. لا عينيه بتجيب الجول. عينيه بتطلق. هو يعني بيشم ريحه الجول، بيشم ريحه. وليه سليمان وبيلعب العرضيه ما لقاش الا مؤمن في الحته دي. يعني دايما الجوان مؤمن ايه، في مش كل الاجوان، هو جاب جول حلو قوي في الوداد، بس معظم الجوان مؤمن. في ناس ايه ما تفهمش كوره يقول لك سهله يا عم، جات له ولا حطيتها سهله. هو بيشم ريحه الجول، يعني هو بيروح في الحته الصح. احسن لعيب في مصر بياخد اماكن، احسن لعيب مهم جدا. طيب
يقدر اسلام محارب يعمل الدور ده؟ عنده القدره دي وعنده السؤال ليكم انتوا الاثنين. انا كنت لسه في مداخله مع كابتن محمد فاروق بعد ماتش الاهلي والزمالك 3-0 في العربيه وكلموني قلت لهم انا نفسي الفتره الجايه اسلام ياخد كتير. اسلام ابن النادي الاهلي عنده الخاصيه دي، ابن النادي الاهلي وعنده الشخصيه دي وعنده تشوف لعيبه كتير قوي بتيجي النادي الاهلي وما بتنجحش عشان ما عندوش الشخصيه دي. اسلام عنده ده برضه يقدر يخش ال 18 ويقدر وانت ماتش امبي اهو الاخراني كذا ماتش يعني بقول لك يعني مثلا ماتش امبي الاخراني اهو برضه هو رايح لها في حته وراح وجاب. لا اسلام لعيب اتمنى ان الفتره الجايه ياخد مكان مؤمن فعلا. اسلام لعيب تقيل تقيل ويستحق فرصه تزيد. اذا هي خطوه محسوبه من الجهاز الفني وانا رايي لو عارف انه هيعمل ايه موجود ها لو اسلام حارب مش موجود ما كانش مؤمن بحقيقي كانش ممكن حسام البلد. ده اللي انا عايز يعني اقول ان الفكره انك تقدر تدي الفرص وانت عندك البدايل مجهز البدايل. هو مؤمن ماشي اعاره ولا ماشي عارف. ماشي عارف. ماشي عارف. يعني هيرجع كمان قد ايه؟ ست شهور هيرجع اخر طب احنا مكبرين الموضوع ليه برضه؟ لا معلش الناس جمهور الاهلي انت عارف جمهور الاهلي وهو مؤمن هنا كان ينتقد لكن مش قادرين يبعدوا عنه. انا عمري طول عمري بحب مؤمن واشوف افيد لعيب. بص اي حد في النادي الاهلي كلنا مش بمنع على الانتقاد على فكره. الناس عايزه الصح صح وعايزه المكسب وعايزه انك انت يعني انا مرعوب من كلمه عوده عادل القيعي الى طبعا ليه الناس التوقع عالي جدا. انا كنت هقول لك مسؤوليه الناس متوقعه منك حاجات مسؤولية. يعني ممكن بكره تتعاقد مع ميسي ورونالدو هم فاكرين كده عارف يعني انت بتشتغل تحت هذا الضغط وهو ضغط حميد انه بيحفزك انك ما تنامش صح يومين ما بنامش صح. ايوه بس احنا بنكلفك رسميا لازم ميسي لاعب مدافع مدافع عايزينه اثنين على الاقل خلال الثلاث اربع ايام اللي جايين. يا رب نقدر نعمل ده. وان كنت بقى نتكلم بقى شويه كوره يعني والله ما في حد احسن من اللي عندنا. ولا حقيقي. لا انت ما عندكش حد احسن لكن انا عندي اصابات عامله لي مشكله. انت عندك مع يعني لا هو انا بص ايمن الاشرف السراء اللي في الاهلي ايمن اشرف لعيب كويس نجح وهاني لكن نجح. لكن رايي سد لك ثغره. ايوه هو سد ثغره لكن انا مش عايز سد ثغره. طب اقتنع شيء انا عايز اعلى من سد الثغره. انا عايز لعيب اعلى من سد الثغره. ما تورطنيش بس ماشي خلاص. حاضر ربنا سهل هنسعى ان شاء الله. واذا كان في حد في الدوري يقدر يدينا ده. طب اقتنع شيء ما فيش حد زي رامي لما طلع في الاول. بس عايز وقت في ناس هايله في ناس وهتشوفوهم قريب باذن الله. لكن احنا وصلنا الى ان احنا نسيب الساده المشاهدين مع هذا التقرير من زميلي ابراهيم المنيسي اللي اصر انه يكون موجود معايا وما يسيبنيش لوحدي وانا اشكره على هذا تقرير مع سعيد بن طحنون النهيان سفير السعادة في العالم. أترككم مع سفير السعادة لعلنا جميعا نسعد ويكون يعني بشرة خير أن السعادة تكون من نصيبنا بكرة. هودعكم وأسيبكم مع إبراهيم المنيسي وتصبحوا على خير وشكرا لضيفنا الكبار. شكرا شرفنا بحضرتك. احنا سعداء بيك يا سيدي. طبعا.